مشاهدينا حول العالم اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل يخلو من الامراض والاوبئه المزعجه. عالم افضل ينتشر في الوعي الصحي لدى جميع افراد المجتمع. عالم يدرك انه هناك كثير من المؤثرات والتلوث البيئي على صحه كل انسان لذلك نعمل جميعا على تحسين بل تعزيز السلوكيات المرتبطه بصحه الانسان لذلك احبائي معنا في هذا اللقاء الفاضل الدكتور يوسف بشاي طبيب العيله بالولايات المتحده الامريكيه دكتور يوسف اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك يا مدام ميرفت انا برحب بك وسعيد خالص ان اكون معاكم النهارده واكون مع كل مشاهدين قناه الكرمة في كل مكان اهلا وسهلا شكرا ليك شكرا لوقتك شكرا لوجودك معانا رغم زحمه وقتك شكرا لانه اديتنا اولويه واديت يعني مشاهدي الكرمة اولويه عشان تيجي النهارده عشان تكلمنا في موضوع طبي هام، شكرا جدا لوجودك معانا، طبعا بنصلي ان الرب واله التعويضات يعوض كل دقيقه 100 ضعف دكتور يوسف. لا بالعكس انا سعيد خالص ان انا اكون معاكم النهارده وبصلي من قلبي ان تكون حلقه ربنا يباركنا فيها ونقدر نوصل للساده المشاهدين في كل مكان. امين امين يا دكتور. احبائي ايضا برحب بكل مداخلاتكم كل اسئله بتدور في اذهانكم كل امور بتحتاجوا ردود لها او تفسير ليها من خلال الهاتف ومن خلال ارقام التليفونات المدونه اسفل الشاشه ولكن احبائي قبل ان نتوغل بموضوعنا الطبي الا وهو الاكتشاف المبكر للاورام ونتعرف من خلاله على انواع الاورام على بعض الخصائص الخاصه بكل نوع منها لكن كمان على موضوع مهم قوي نفسي كلنا ناخده بشكل جد جدا هو كيفيه الاكتشاف المبكر للاورام واهميه ده وهنعرف من دكتور يوسف أهمية الاكتشاف المبكر للأورام وده بيعمل إيه وإزاي بيدي نتائج غير متوقعة عن سكوتنا على المرض يتفشى في أجسادنا دون إدراك أو دون معرفة. ولكن أحبائي قبل هذا وذاك تعالوا كده حيث الإله القدير القادر على كل شيء. حيث الطبيب الشافي الطبيب العظيم تعالوا بثقة كاملة مع المرنم نقول له كلمات بيقول فيها أنت تقدر أنت تقدر أنت تقدر أنت تقدر, انت تقدر تقول لعازر هلم خارجا هل لينا هذا الإيمان؟ هل لينا هذا الإيمان؟ تعالوا نقول له بنفس الثقة أنت تقدر كل كلمة فيشفى غلامي هل لينا الثقة نقول كده؟ تعالوا مع بعض بقلب واحد وبإيمان نردد كل كلمة بيقولها المرنم أرجوك ما تبصش ولا تحط عينك على المرض ولا على الإمكانيات البشرية اللي حواليك حط عينيك على الإله القادر على كل شيء وإنت بتسأله مع كلمات الترنيمة اللي جاية إنت تقدر قناة الكرمة هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501C3 وجميع التبرعات معفاة من الضرائب ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية لذلك اتصل بنا على 714-709-4300 ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com Or, a P.O. Box 3610, Seal Beach, California, 90740. يا ابويا انت تقدر ما انت مالي كل ملوكي فيك ما اقدر امشي فوق قممي وشوكي فيك ايماني واتكال قلبي عليك وافتخاري فيك وحدك يا يسوعي انت تقدر ما انت مالي كل ملوكي فيك أنا أمشي فوق قممى وشوكى فيك إيماني واتكال قلبي عليك وافتخارى فيك وحدك يا يسوعي تلبطها ومليها انت تقدر تشفي نفسي من جوحها ومن ماضيها ياللي خالقها بايديك انت تلبطها ومليها تؤمر البحر يرضيك فالمس النزف بايديك قد الطفل عليك وأرتمي في حضنك يا أبويا أنت تقدر تشفي نفسي من جروحها ومن ماضيها يا اللي خالقها بإيديك أنت طلبتها ومليها أنت تقدر تشفي نفسي من جروحها ومن ماضيها يا اللي خالقها بإيديك أنت طلبتها ومليها تؤمر البحر يرضيك فالمس الناس في بايديك اجري كالطفل عليك وأرتمي في حضنك يا بويا انت تقدر ما انت مالي كل ملوكي فيك نقدر امشي فوق قممي وشوكي فيك ايماني واتكال قلبي عليك وافتخاري فيك وحدك يا يسوعي انت تقدر ما انت مالي كل ملوكي فيك اقدر أمشي فوق قممى وشوكى فيك إيماني واتكال قلبي عليك وافتخارى فيك وحدك يا يسوعي انت تقدر خلي اثناء كل الوقت اللي جاي يكون ده لسان حنا الثقه في من يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر احبائي اتعودنا ودايما من الامور اللي حطينا النصب عينينا كبرنامج اسمه معا نحو عالم افضل ان احنا نصلي من اجل العالم وبصفه خاصه من اجل العالم العربي وتحديدا اليوم من اجل الحبيبه فلسطين فلسطين وعلى مرأى ومسمع من الجميع تعاني لسنين هذه عددها من أمور صعبة بتكتاح البلد من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها فلسطين منطقة تاريخية تقع في قلب الوطن العربي فلسطين بها العديد من المقدسات اللي بنعتز بيها جميعا كمسيحيين كمسلمين حتى اليهود فلسطين ليها او تشارك الكثير من الدول العربيه في عديد من الحدود المشتركه فلسطين من البلاد التي تحتاج لركب سجده عانى اهلها الكثير وما زالوا في صدد المعاناه الصعبه لو بصينا من زاويه سياسيه وامنيه هنقول ان فلسطين من اكثر دول العالم توترا امنيا لما يحدث فيها من انتهاكات في حق الانسان والانسانيه عشان كده النهارده بنيجي بقلب واحد وفي اللحظه دي انا بعرف انه انا بستدعي كل الاجناد الرائعين اللي ليهم ركب سجده. مجموعات الصلاه والمؤمنين في كل العالم اللي من فلسطين واللي خارج فلسطين واللي بيحبوا شعب الرب في كل مكان. هنرفع فلسطين قدام عرش النعمه. هنصلي من اجل فلسطين شعب وارض وسلطه لكن الامر اللي دايما بحب اقوله وبيشغلني انا شخصيا ان يعرف الله في ارض فلسطين مش هنعمل ده لوحدنا لكن معانا اخت حبيبه رائعه اتولدت في فلسطين وعاشت عمر كبير في فلسطين ليها اولاد خدام رائعين منتشرين حول العالم اختنا الحبيبه اهلا وسهلا بيكي اهلين فيكي اخت ميرفت ومرحبا في الدكتور يوسف اهلا, أهلا بيكي مسهل. يا حبيبتي الرب يبارككم ويبارك خدمتكم اهلا لكن. بيكي وانت كمان يباركك ويستخدمك امين انا من فلسطين ومن وسط فلسطين وعشت من صغري حياة المعاناة اللي عاناها الشعب الفلسطيني، كما ما تكلمت حضرتك يعني وصفتي وصف رائع عن الحالة الموجودة داخل فلسطين حقيقي وفلسطين ما زالت تواجه صعوبات ومعاناة واللي بيعيش هناك بحس بالألام اللي بحس فيها الشعب إيه نحن اليوم بحاجة لتداخل إلهي حتى يوقف هذه المظالم يعطي سلام حقيقي في القلوب ويعطي الحكام اللي في منصب كما يقول الكتاب العدل والحكمه حتى نعيش حياه هادئه مطمئنه من غير تداخل الله انا يعني ليس عدل ولا سلام يرتجى من البشر نعم ونطلب الرب يجري مشوراته الصالحه في هذه المنطقه باسرها لان بدون تداخله صعب كثير جربوا كل دول العالم لكن زي ما تفضلتي ما في ثمر ولا في يعني اي شيء نقول شوفوا على الارض الواضحه انه صار سلام او استقرار او اي شيء فاذا سمحتي اصلي لاجل فلسطين اطلب من الرب يسوع اللي كان يقول يسمع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. نعم. هو اللي ولد فيها، هو اللي عاش فيها، هو اللي مات فيها، هو اللي قام فيها، هو اللي عمل معجزاته واعتقد إنه غالي على قلبه، والحاله اللي هي فيها الرب يعني ما برضى بالمظالم نعم. والأشياء اللي غير يعني بتمجد الرب. نعم هي بحاجه الى تداخل الرب. نعم أمين. نعم يا حبيبتي حتى نعم. يخلص النفوس ويعلن مجده امين يا اختي الصالحه نحو هذه المنطقه تم له مسارات صالحه أمين. ويريد ولا ليس عنده محاباه نعم اسمحوا لي وصلوا معي طبعا يا فلسطين وشعب فلسطين بالصلاه امين يا حبيبتي اتفضلي امين, أمين. يا رب يسوع نشكرك ونحمدك لأنك أنت أحببتنا فضلا أنك أنت حي وانت هو أمس واليوم وإلى الأبد لما ندعوك نجدك لأنك قادر على كل شيء يا رب لا. أنت شايف يا رب الدموع المظلومين أنت شايف آلام هذا الشعب يا رب من سنين طويله تداخل انت بذاتك يا رب ادخل أيوة. الى فلسطين وزول اصنع أيوة. خير اشفي المتسلط عليهم ابليس يا رب لا تجعل للعدو مكان ايها الرب أيوة. اجعل سلامك في القلوب ايها الرب يسوع أيوة. ليعرفوك انك انت رئيس السلام لا سواك يا رب أيوة. اعين الكل اياك تترجى لك المجد لك الشكر يا رب انت اللي اللي تعطي السلام الحقيقي مبارك اسمك لك الشكر يا رب تداخل واعمل لما فيه مجدك اشكرك احمدك يا رب اباركك اباركك يا رب اباركك أشكر يا رب ال ال المرض اللي ذكرته اختنا عن الاورام يا رب خبيثه وغير خبيثه، لا في لا اذكر المرضى بمراحمك يا, يا رب، انت رب مكتوب عنك بجلدتك شفينا، من لمسك نال الشفاء، اعطي يا رب الموسوعين في هذا المساء ان يلبسوا هدة ثوبك بالايمان لينالوا شفائك يا رب، واذكر يا رب الاطباء المسؤولين عن حكمتهم يا رب، اعطيهم القوه مسحه من عندك حتى يا رب يعطيهم الدواء اللي انت تعطيه حتى اسمك تمجد في كل شيء بارك اخونا يوسف بارك يا رب كل ما يجري في هذه الساعه واجعل الكل مجدك العظيم ولك مم. منك كل الشكر الى الابد امين 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 انا عايزه اشكرك من كل قلبي يا اطيب ماما يعني فعلا انت شخصيه رائعه انا بعرفك عن قرب عارفه قلبك قد ايه مليان محبه ورحمه عبرتي عن كل أسوأ قلبك في الصلاه شكرا جدا ليكي ولمداخلتك يا حبيبتي واشكرك اعطيتيني هذه الفرصه الرب يبارككم رب ربنا يباركك ربنا يباركك حبيبتي شكرا جدا ليكي ونرجع حبايبي للاكتشاف المبكر للاورام امم أنا يعني فعلا برجوكم إذا عندنا حد مهم يسمع موضوع زي كده أنا دايما أقول لكم في الموضوعات الطبية إلى من يهمه الأمر نتصل بيه ونقول له ربما يعني في معلومة تفيدك أو تفرق معاك على قناة الكارما عليك متابعة هذا البرنامج دكتور مجرد الكلام عن الأورام ويمكن بصفه خاصه الاورام الخبيثه بينتاب الناس شيء من الذعر خلينا نقول حتى اذا في خبر عن حد من افراد اسره ما او صديق او معارف بس بنسمع انه يعني تحت الفحوصات اللي بتجرى لسماع ان كان هذا المرض فعلا مرض خبيث او لا الناس بتكون متوتره ولكن قدام الطب والعلم نقدر نقول انه لا داعي لهذا التوتر، ايه رايك يا دكتور؟ خلينا في البدايه قبل ما نقول ايه هو الاكتشاف المبكر للاورام وايه اهميه دوت؟ خلينا الاول نتعرف على ايه هي الاورام؟ ايه انواعها؟ ايه خصائص كل واحده منها؟ اتفضل يا إيه دكتور. طبعا بسبب ان الموضوع ده اهم موضوع يمكن احنا بنتعرف فيه كدكاتره وبسبب ان الموضوع اكثر اكثر موضوع احنا بنسال منه اسئله أه بنركز كتير خالص على موضوع الاورام، بنركز كتير خالص على الفحوصات والحاجات اللي احنا بنعملها علشان نقدر نكتشف الامراض دي بسرعه ونقدر نجا نعالجها وبسرعه اسرع من اي وقت تاني. فعشان كده عشان ناخد الساده المشاهدين وبسرعه يعني علشان نعرف بالظبط ايه هو الاورام وانواعهم هنقدر نقول ان الاورام هم نوعين الحاجات المعروفة عندنا نوعين أمراض حميدة وأمراض خبيثة علشان نقدر نعرف ونقدر نفرق بينهم هما الاثنين نقول تعريف واحد منهم ويبقى التاني هو الضد بتاعه فهنقول نعرف المرض الخبيث أو هو المرض الخبيث عامة المرض الخبيث بتبتدي أز خلية خلية بتبتدي تزيد في العدد وتزيد في الحجم وتزيد في القوة لدرجة أن هي بتكبر في الحجم وتكون خلايا وبسرعة علشان تتوغل وتقدر تقتل تقتل الخلايا اللي حواليها وتزيد في عددها يبقى هي خليه بتبتدي واحده بس والخليه دي بتزيد في العدد وبتزيد في القوه لدرجه انها بخبسها وعشان كده سموها الامراض الخبيثه تقدر تتوغل في خلال الخلايا الطبيعيه تقدر تاكل اكلهم تقدر توقف الوظيفه بتاعتهم لغاية ما تكبر وتتوغل مش كده وبس لكن كمان مش بتكبر محليا يعني بتكبر في نفس المكان لكن بتكبر في أماكن حتة تانية تقدر تروح تنتقل من مكان لمكان وبتنتقل من مكان لمكان بخاصتين اللي هي إما الجهاز اللمفاوي أو الجهاز الدموي يعني من خلال الدم أو من خلال الجهاز اللمف أو الجهاز اللمفاوي وتروح لمكان تاني وزي ما عملت حوالين الخلايا بتاعتها تقدر تروح تعمل خلايا في حته تاني في مكان تاني وتقدر تعمل نفس الكلام ده. يبقى ده اللي دي عباره عن المرض الخبيث، لكن المرض الحميد او اللي هو الورم الحميد بيبقى ضد ده، يبقى هي خليه برضه بتزيد في الحجم وبتزيد في العدد، لكن ما خاصيه التواقل، ما لهاش الخبز، يعني خليه طيبه وكويسة ما بتقدرش تنتقل من مكان لمكان وما بتقدرش تروح من ناحية لناحية آه يا دوب بس بتزيد في العدد وبتزيد في الـ في الـ في, الـ في المكان نفسه في المكان اللي هي موجوده فيه من غير ما تتوغل ومن غير ما تنتشر يبقى واحده خبيثه واحده حميده الخبيثه لها خاصيه التوغل لها خاصيه الانتقال لها خاصيه الانتشار الحميده ملهاش الخواص دي فبالتالي بتكبر في المكان نفسه اسمح لي دكتور استوقفك عند الجزئيه ديت هل حضرتك بتري انه ممكن هذه الخليه الطيبه الضعيفه اللي غالبا ما بتنتشرش بنفس السرعه اللي يمكن السيطره عليها انها في اي وقت في احتماليه لتحويلها لهذه الخليه المتوحشه؟ عشان مش عايزين نقول الخبيثة كتير <applause> آه يا طبعا هو أي واحد طيب يقدر يتحول لواحد خبيث يعني ممكن آه بس يعني الراجل اللي هو في طبيعته طيب أو الست اللي في طبيعتها طيبة تقعد طيبة، آه الخلية الطيبة وفي طبيعتها طيبة تقعد طيبة يبقى كويس لكن في بعض الاحيان اللي هي نادره جدا انه ممكن تتحول المرض الحميد ده بيتحول لمرض خبيث يعني مثلا اقدر اقول حاجه بسرعه كده يعني مثلا الكيس الدهني يعني في كيس دهني مرض حميد بيبان تحت الجلد احنا بنسميه لايبوما او كيس دهني في عدد قليل جدا من اللايبوماز دول ممكن يتحولوا لحاجه اسمها لايبوساركوماز يعني يقدروا يتحولوا لمرض خبيث في نفس المكان وبسرعه ودي بنعرفها ازاي؟ بنعرف ان العيان بيجي يقول انا الورم ده عندي ليه سنين كتيره خالص ليه عشرين سنه ل سنه موجود لكن فجاه ابتدى يزيد في الحجم كتير خالص، ابتدى يكبر في القوه اكتر فابتدى يزيد في الحجم كتير خالص. يبقى احنا بنقول اه ممكن ممكن تتحول بس بعدد بط يعني قليل جدا ونادره. أوكي. طيب ماذا عن خصائص اخرى وفروق اخرى ما بين الورم الحميد والورم الخبيث؟ طبعا الخصائص الاخرى بين ال... يعني احنا قلنا اللي هم اكتر ثلاث حاجات موجودين بين نقدر نفرقهم يبقى الورم الخبيث يقدر ينتشر الورم الحميد ما ينتق... ما يقدرش ينتشر الورم الخبيث يقدر يروح مكان ثاني الورم الحميد ما يقدرش يروح لمكان ثاني الورم الخبيث ياكل الخلايا اللي جنبيه ويموتها الورم الحميد ما ياكلش الخلايا اللي جنبيه ويموتها يبقى دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي يقدروا يفرقوا بين الورم الحميد والورم الخبيث وطبعا لا احنا بعد كده هنتكلم ازاي نقدر نشخص الكلام ده الحاجه الوحيده اللي كمان تفرق لنا مش بس الصوره بتاعته لكن الخليه نفسها احنا بنقدر ناخد عينه من الخليه دي ونشوفها تحت الميكروسكوب بنشوف الخليه دي إن كانت خبيثه او او كانت حميده وهنتطرق في الموضوع ده بعد ما ندخل في موضوع العلاج بتاع الاورام طيب دكتور خليني اسالك قبل ما ننتقل من الجزئيه دي هل الالم له دخل هل الالم بيختلف من الحميد للخبيث نوع الالم بي يعني بيكون بيميز ده عن ده؟ ايه راي حضرتك؟ آه طبعا نوع الالم بيميز ده عن ده يعني لما نيجي نقول بعد كده الاعراض اللي بتحصل من السرطان ده هنقدر نقول ان الورم الحميد ما بيعملش الام كتيرة يعني الورم الحميد يا دوب بيعمل حاجات بسيطه خالص عشان كده العيان بيقعد بيه سنين طويله ما يقدر يعني يقول انا عندي الكيس الدهني ده ليه 20 سنه، اشتكيت منه؟ لا ما اشتكيتش، في حاجه حصلت له ما فيش حاجه حصلت لكن المرض الخبيث بي... عشان بينتشر بسرعه وبيدخل خلايا تاني بيدخل الاعصاب، بيدوس على الاعصاب، تلاقي ان الالم مع الاورام الخبيثه اكثر من الالم مع الاورام الحميده. يبقى ال 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 الخبيث لانه ليه خاصيه الخبث، وليه خاصيه ان هو يدخل الاماكن الثانيه، فممكن بعد كده يعمل الام اكثر من الأملاد... الامراض الحميده او الاورام الحميد لكن الورم الحميد عامه اقصاها يكون مثلا يحس ان هو العصب نامنس يعني يحس ان هو مش مفيش مش قادر يحس في المكان ده كله حته حرقان شويه في نفس المكان ده لكن مفيش شده في الالم مفيش خطوره في الالم زي ما اللي بيعمله الورم الخبيث أشكرك يا دكتور لأنه كلامك فيه يعني سمة كبيرة من الاطمئنان النهاردة إن بنقول إنه مش أي ورم يبقى ورم خبيث. خلينا يعني ناخدها مرحله مرحله، مش أي ورم بنكتشفه بسرعة بنصاب بهلع ونقول إنه ده ورم خبيث، لأنه لسه مع الفحص والتشخيص يمكن الأمور تبين إنه ده مش ورم خبيث. بالظبط وإحنا عندنا قاعدة في الطب بتقول إن كل ورم محتاج انفستيجيشنز، يعني كل ورم محتاج إن أنا أروح للدكتور أشوف إيه هو إيه بالظبط. يعني أي ورم أنا أحسه في أي حتة في جسمي محتاج إن أنا أسأل دكتوري إيه هو. لكن مش كل ورم يطلع خبيث. يعني كل ورم محتاج انفستيجيشن كل ورم محتاج انك انت تروح للدكتور تورهوله لكن مش كل ورم يطلع خبيث اشكرك عشان التوضيح ده ده مش معناه برضو ان انا الاقي اي ورم واقول لنفسي ربما ما يكونش خبيث لا في جميع الاحوال عليا سرعه التوجه للدكتور لمعرفه هويه هذا الورم بالظبط كده صح. طيب يا دكتور بنيجي للسؤال الثاني ويمكن اللي هو مهم شويه هل حضرتك بتشوف ان هناك عوامل قد تؤثر على زياده الاصابه بالورم الخبيث خلينا نكون محددين؟ طبعا في عوامل كثيره خالص ممكن تزيد حدوث هذا المرض. يعني ممكن نقول ان المرض هيحدث لكن في زياده في النسبه بتاعته بتحصل من الحاجات اللي احنا هنقولها دي، واحنا قسمنا الكلام ده لحوالي مثلا ست سبع اجزاء هنقولهم كده واحده ورا الثانيه ونشوف، بنقول ان هو مثلا في عوامل بيئيه. عوامل بيئيه مثلا زي الناس المدخنين، الناس اللي بيدخنوا سجاير. السجاير اول حاجه بتسببها وبنقول ان اللي هو سرطان الرئه اكثر 80% من سرطانات بتوع الرئه بيكون سببها السجاير. يبقى من عوامل العوامل البيئه اللي هي حوالينا السجاير. من عوامل البيئه اللي حوالينا بتزود برضه نوع الاكل اللي احنا بناكله. هل يا ترى احنا بناكل خضار كتير، فاكهه كتير؟ ولا بناكل لحمه كتير ولا بناكل ايه بالظبط؟ نوع الاكل احيانا بيأثر على بعض السرطانات زي مثلا سرطان المعده وسرطان القولون. دي الحاجات البيئيه، لكن في عوامل تاني، العوامل التانية دي مثلا ممكن تكون حاجات الانسان اللي بيتعرض لكيميكال المواد الكيميائية. يعني في بعض الناس اللي هم اشغالهم بتت... بت... بتحطهم في اماكن بيتعرضوا ل... 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 لمواد كيميائيه بتحطهم لعرضه ان هم يتعرضوا لامراض اكتر يعني الناس هنا مثلا في عندنا هنا في امريكا في, ما... في ماده اسمها الأسبستوس او حاجه بيستعملوها في المباني فكانوا بيستعملوها قديم دلوقتي ما بيستعملوهاش عشان عرفوا ان هي ممكن تاثر على الرئتين وتعمل امراض في الرئتين برضه فالناس اللي بيشتغلوا في الكونستراكشنز واللي بيشتغلوا في المباني والحاجات اللي زي كده بيتعرضوا للاماكن دي وبيتعرضوا يستنشقوا المواد دي والنتيجه لاستنشاق المواد ده ممكن يحطهم في حاجه اعلى في مكان اعلى ان هم ممكن يحصل لهم المرض ده بعد كده يبقى الحاجات اللي هي البيئيه الحاجات الكيميائيه الحاجات الناس اللي بتعرضوا للكيروسين الكتير للبنزين الكتير الناس اللي بيشربوا بيشرب كحوليات كتير كل الحاجات دي بتعرض اكتر الانسان ان هو يحصل يحصل له المرض اكتر من الناس التانيين في حاجات تاني طبعا اللي هو الحاجات الهرمونيه اللي احنا مثلا في ناس بتتعرض أكثر للمواد الهرمونيه اكتر من الناس التانيين فدي ممكن عرضه ان هم يجي سرطان أكثر من الناس التانيين الحاجات كمان الاشعاع في في ناس بيبقوا موجودين مثلا في النيوكليير بليسز والحاجات اللي هي بتبقى متعرضين للاشعاع اكتر بيتعرضوا للسرطان للمواد السرطانيه اكتر حاجات برضو مهمه جدا اللي هو الوراثه يعني آه لما الوراثه عامل مهم جدا ان بيخلي الانسان ممكن يتعرض لورم اكثر من الناس الثانيين يعني مثلا لو انا عندي ماما او جدتي عندها سرطان في الصدر يبقى ممكن في احتمال ان يكون انا متعرض لسرطان في الصدر برضه يعني عايزه اقف عند حته العوامل الجينيه اي العوامل الوراثيه دكتور يمكن دي شويه يعني الناس كتير بتتخض منها دلوقتي لو فعلا في اصابه في العيله او التاريخ العيله بيقول انه في اصابه في عضو ما في الجسم عند الاب او عند الام او عند الجده هل ده بيكون بنسب عاليه يا دكتور؟ العوامل الجينيه والوراثيه ليها دخل بنسب عاليه؟ آه، الاجابه الاجابه على السؤال ده طبعا، يعني طبعا لو في لو في حد من العيله قوي اللي احنا بنقول الفيرست ريلاتيفز يعني بابا ماما جدتي عمتي اللي هم الفيرست قرابه قويه قوي يعني م -م. عندها نوع من انواع السرطان او عنده نوع من انواع السرطان دي اول حاجه لازم انت تقولها انك انت تقول للدكتور بتاعك انا عندي بابا عنده النوع الفلاني انا عندي ماما عندها النوع الفلاني او عندي جدتي حصل لها كذا علشان خاطر طبعا احنا واحنا هنقول الكلام ده ان احنا في لما نيجي نكتشف الحاجات دي بدري او نطلب من العيان ان هو يعمل حاجات بحث أكتر أو, أو تحاليل دم أكتر بتزيد شوية عن الناس الطبيعيين اللي يقول أنا ما عنديش حد خالص في العيلة عنده اي نوع من انواع السرطان لكن الناس اللي عندهم فاميلي هيستوري او واحد من العيله عنده مشكله سرطانيه لازم يقول للدكتور بتاعه لان الامور بتختلف يعني تحليل الدم بيختلف الأشاعات بتختلف الحاجات اللي احنا بنقدر نعملها بتكتشف النصايح اللي احنا بننصحها للمريض نفسه بتختلف من واحد لتاني حسب العيله بتاع ال او الفاميلي هيستوري او ال تاريخ العيلة, العيلة. العيله ازاي حصلت الكلام ده طب يا دكتور ماذا عن بعض الامراض اللي ممكن تصيب الانسان مثلا زي الايدز مثلا ودي حاجات بتبقى نادره لكن زي الكبد الوبائي زي قله نشاط الغده الدرقيه ايه راي حضرتك هل دي عوامل مساعده على حدوث بعض الاورام الخبيثه اه طبعا واحده من الحاجات اللي بتزود نسبه الـ 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 الاورام الخبيثه بالذات في الجسم اللي هو الالتهاب الالتهاب عامة او الانفكشنز او المرض المعين اللي بيحصل نتيجة الالتهاب بيزود بيزود النسبة قليلة برضه مش كتيرة قوي لكن بيزود النسبة للناس دول على انهم يتعرضوا للمرض أكتر من الناس الطبيعيين. احنا بنحطهم لثلاث حاجات مثلا الهبت الالتهاب الكبد الوبائي بي, بي اللي هو بي والالتهاب الكبد الوبائي سي اللي هو سي كمان الايدز مرض الايدز كان عندنا مرض قديم في مصر اللي هو البلهارسيا، الالتهاب بتاع البلهارسيا ده كان بيعرض الانسان لسرطان الكبد وسرطان المثانه، فكان كل واحد عنده مرض البلهارسيا لازم يروح يكشف عشان يتاكد ان الكبد بتاعه كويس والمثانه بتاعته كويسه. طيب يا دكتور هناك يعني اقدر اقول معلومه غير دقيقه، بالنسبه لادويه منع الحمل، البعض بعض السيدات ترفض استخدامها او انها تتعاطاها خوفا من حدوث نتائج سلبيه منها الاورام الخبيثه ايه رايك يا انا لغايه دلوقتي ما سمعتش عن اي بحث اتعمل على حبوب من الحمل انها بتزود النسبه بتاعه السرطان بتاعه الصدر او سرطان الجهاز التناسلي للمراه الحاجه الوحيده اللي هي اللي عملوا عليها ابحاث اللي هي كميه الهرمونات اللي بتتاخد بعد اللي احنا بنقول عليه سن الياس بالعربي وانا مش بحب الاسم ده قوي يعني لانه هو مش سن الياس ولا حاجه اللي احنا بنقول عليه سن الأمل سن يعني <تصحيح> اللي احنا بنقول عليه الميني باز. احنا احيانا قبل كده كنا بنقول اول ما تحصل السن ده بعد سن الخمسين 50 للمراه عشان خاطر الهرمونات بتقل في الجسم بتاعتها فلازم نديها نعوضها بهرمونات فبنديها كميه الهرمونات بكميه كبيره فاحيانا دي عملوا بحث على الموضوع ده ووجدوا ان هو الناس اللي بتتعاطى الهرمونات بكميه كبيره ممكن يكون يحطهم لمجموعه من الناس ان هم ممكن يحصل لهم المرض الخبيث في الصدر او في اجهزه تانية من الاجهزه التناسليه لكن الحبوب من الحمل ما انا ما اعرفش وما سمعتش اي بحث اتعمل على حبوب من الحمل انها ممكن تزود الخطوره او النسبه ان الانسان ممكن يتعرض لورم خبيث بسبب الحبوب من الحمل فالإجابه للسؤال ده لا أشكرك <applause> عشان وضحت النقطه دي لأني دي بتتنافى مع أمر تاني. ربما بنخرب حاجه بحاجه تخوفا من إنه مثلا أدوية منع الإنجاب هي بت يعني بتفسر بكده بأن ينتج عنها أورام خبيثه فإحنا بنتصرف أو بناخد حاجات يمكن تتعبنا وتأذينا خوفا من اللجوء لهذا الأمر شكرا من أجل التوضيح <applause> طيب يا دكتور ماذا عن عوامل فيزيائيه، خلينا نقول كاشعة الشمس، ناس كتير بتخاف من حروق الشمس يا دكتور تتحول إلى سرطان للجلد، إيه <تصفيق> رأيك؟ <تصفيق> أو ط أو لا دي 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 حقيقة يعني الناس اللي بيتعرضوا لجلدهم للشمس كتير والأشعة اللي هي الشمس فيها حاجة اسمها الترا rays ريز الترا ريز أو الأشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تؤدي لسرطان الجلد، فالناس اللي هم بيعرضوا جلدهم وخصوصا لو جلدهم بيكون أبيض شوية آه للشمس الكتير اه, آه في نسبه عاليه ممكن أو حاجه من الحاجات في الجلد انها تتحول لخلايا سرطانيه الناس اللي بيعملوا تانز يعني ممكن بي في في ناس بيحطوا يخلوا جسمهم يسمر شويه عن طريق ان هم بيعرضوا نفسهم لكميه كبيره من الاشعه دي برضو اثبتت ان هي ممكن تؤدي لسرطان من سرطانات الجلد برضو يمكن دكتور برضو يمكن العمال اللي بيتعاملوا مباشرة مع المازوت النفط البنزين الحاجات دي هل دكتور في عرضة برضو للفئات دي؟ اه هو احنا قلناها مع مع الناس اللي بيتعرضوا مع الكيميكالز الناس اللي بيتعرضوا للكيروسين اكتر للبنزين حاجه اسمها بنزين الحاجه اللي بيستنشقوا طبعا الحاجات اللي هم بيشتغلوا في الاسفلت والحاجات اللي زي كده طول ما هم بيستنشقوا الحاجات دي ليهم عرضه اكتر ان هم يحصل لهم المشاكل السرطانيه اكتر من الناس التانيين يس تبي طيب يا دكتور هل حضرتك بتشوف وبعض الناس دي كلها مش يمكن امور دقيقه هل السمنه المفرطه وعدم ممارسه النشاط الرياضي بيبقى في نسبه عرضه لحدوث اورام السمنه المفرطه طبعا بتزود النسبه شويه على حدوث الامراض السرطانيه اكثر من الناس الطبيعيين يمكن على بسبب نوع الاكل اللي بياكلوه يمكن بسبب قله الاكسرسايز اللي بيعملوها يمكن ما بياكلوش خضار كتير وفاكهه كتير بياكلوا لحمه حمراء كتير ودي احيانا بتزودهم علشان خاطر يكونوا في في المجموعه اللي ممكن تكون زياده في الخطوره أنهم هم يحصل لهم امراض سرطانيه اكتر من الناس الطبيعيين علشان كده حاجه مهمه جدا عشان ان احنا نحمي نفسنا لازم نخلي الوزن بتاعنا كويس لازم نخلي الاكل بتاعنا في خضار وفاكهه كتير ودي هنيجي نتكلم عليها في النهايه ان شاء الله محتاج دكتور ارجع تاني للغده الدرقيه هل حضرتك بتشوف انه قله نشاط الغده الدرقيه ده بيبقى مؤشر انه ممكن يحصل في يعني في مستقبلا يكون فيها يبدا فيها خلايا سرطانيه إيه رأيك دكتور؟ قلة نشاط الغدة الدرقية ما بيعملش أي حاجة هو زيادة نشاط الغدة الدرقية ممكن يكون سببه سرطان يعني أول حاجة نعملها لما نلاقي واحد عيان عنده زيادة نشاط الغدة الدرقية We have to rule out cancer We have to make sure ما عندوش ورم بيفرز الهرمونات بكميه اكبر من الطبيعي لكن الاله الاله عدد كبير خالص من العيانين عندهم موضوع الاله ده مفيش اي خطوره بالنسبه له ان هو يكون في مشكله سرطانيه فيها لكن الزياده اول حاجه الهايبرثايرويديزم او اللي هو زياده في الهرمونات بتاعه الغده الدرقيه ان احنا نعمل اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه ونعمل حاجه اسمها سكان اللي هو ثيرويد سكان عشان نتاكد نتاكد ان مفيش خلايا زياده ناشطة زياده انها بتفرز الهرمونات الزياده في جسم الانسان طيب يا دكتور يمكن في امر تاني برده ما هوش يعني علمي اوي لكن سؤال عام وربما بيسالوا بعض المجاورين للناس اللي اصيبوا بالاورام السرطانيه هل يمكن وتحت اي ظروف نقل العدوى لشخص من الناس المحيطين بالمريض آه نقل العدوى من مريض السرطان لواحد تاني طبعا لا لانه ده ما حصلش ما, ما بيحصلش ده ورم بيبقى موجود في الجسم والورم ده مش بيتنقل من مكان تاني لكن نقل العدوى من الالتهاب احنا قلنا ان في حاجات الالتهاب الكبد الوبائي بي والالتهاب الكبد الوبائي سي ممكن ينتقل من شخص لشخص في البيت ده برده ما بيتنقلش عن طريق الاكل ما بينتقلش عن طريق الشرب ما بيتنقلش عن طريق ان انا اكون معاك في البيت لكن بيتنقل عن طريق الابر يعني مثلا لو واحد عنده سكر وعنده التهاب الكبد الوبائي سي وشك نفسه وانا اتشكيت بين الابره بعده ممكن في احتمال ان هو يحصل واخد بالك فعشان كده شك الابر بالذات بقدر الامكان نبعد عن اي عيان يكون عنده التهاب الكبد الوبائي بي او سي لكن الورم نفسه ان هو يتنقل من شخص لشخص ده طبعا مش ممكن ما حصلتش ومش هتحصل يعني حلو خالص مم. كلامك بيطمن ناس كتير ويمكن السؤال ده بيدور في اذهان ناس كتير اشكرك من اجل التوضيح مم. نيجي لموضوع تاني دكتور يا ترى ايه هي الاماكن الاكثر عرضه للاصابه بالاورام السرطانيه وخلينا يعني نقول ايه نرجع للنوع خلينا نقول في السيدات وفي الرجال من غير ما نذكر اللي هو سرطان الجلد نقول ان احنا في ثلاث انواع زياده في الرجاله ونقدر نقول ان اكثر سرطان بيحصل في الرجاله هو سرطان البروستاتا. بعد كده اكثر ثاني سرطان بيحصل في الرجاله هو سرطان الرئتين. بعد كده ثالث سرطان بيحصل في الرجاله اللي هو القولون، سرطان القولون. مختلف عن الستات شوية ستات طبعا سرطان الصدر هو أكتر حاجة بتنتشر في الستات بعد كده سرطان الرئتين برضو وبعد كده سرطان القولون ابتدى يزيد سرطان الرئتين في الستات برضو علشان العادة اللي هو التدخين لأن ابتدى تكتر التدخين برضو وسط الستات زي الرجالة بالظبط دلوقتي فابتدوا يكاتشوب يعني ابتدوا متقرب. متقربة من بعض إذن يا دكتور هناك أماكن يمكن أكثر إصابة بالسرطان أو الورم الخبيث لدى الطرفين ذكور أو إناث. نيجي للمرحلة اللي بعتبرها أهم مرحلة. ماذا عن التشخيص؟ عشان نشخص ورم إن كان ورم خبيث أو ورم حبيد يبقى لازم نعمل عينة. يعني هي اساس اساس التشخيص او احنا بنقول عليها بالانجليزي جولد ستاندر ان احنا ناخد بايوبسي ان احنا ناخد عينه من الورم ده نبعتها للمعمل يشوفوها تحت الميكروسكوب ويقدروا يقولوا لنا ده ان كان مرض خبيث او بارد حميد او اي حاجه لكن في حاجات ثانيه بتساعد اللي هو تحاليل الدم طبعا بتساعدنا شويه الاشعات المقطعيه بتساعدنا شويه الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي بتساعدنا شويه الاشعات التلفزيونيه بتساعدنا شويه بعد كده بندخل في حاجه اسمها راديو اكتيف سكان زي مثلا البون سكان والثايرويد سكان برضو بتساعدنا شويه لكن الجولد ستاندر او الحاجه الاساسيه اللي احنا نقدر نشخص ان كان الورم ده ورم حميد او ورم خبيث ان احنا ناخد عينه من الورم ده ونبعتها للمعمل وعشان نو نوضح للساده المشاهدين برضو ان العينات دلوقتي بقت سهله خالص يعني العينات كانت زمان صعبه لان علشان نقعد ندور على دكتور يعمل عينه لازم نبعت العيان لجراح علشان يقدر ياخد العين لكن دلوقتي بن بناخد العينه بابره تحت الاشعه التلفزيونيه نقول حاجه اسمها الترا سونوجرافي جايدد بابسي يعني ان احنا بندخل ابره بسيطه للورم بالاشعه التلفزيونيه بتقودنا الاشعه التلفزيونيه وناخد شويه خلايا من الورم ده ونبعتها حاجه بسيطه وبيعملوها دكاتره الاشعه دلوقتي وبتوفر علينا وقت كتير خالص ومجهود كتير خالص ان احنا نقعد ندور على واحد جراح يعمل لنا العينات فدي حاجه بسيطه بتتعمل دلوقتي وبسرعه يعني مبسوطه ان حضرتك قلت باستفاضه ايه هي وسائل التشخيص معلش يا دكتور محتاجه عند كل وسيله تدينا لمحه صغيره ايه الجهاز ده وبيكشف ايه وبيعمل ايه ارجوك معلش <applause> <ده. تصفيق> لمحه لا <حسب>. لا. <applause> حتى اللي أو الشخص هو الدم طبعا معروف يعني احنا نسحب دم ونبعته للمعمل عشان يشوف أيوة. لكن طبعا في بعد كده الجهاز اللي هو الكات سكان اللي احنا بنقول عليها التوموجرافي او كمبيوترايز توموجرافي يعني في مكنه كده بندخل الانسان فيها شخص فيها وبيعمل لنا مثلا نعمل كات سكان على البطن نعمل كات سكان على حته الحوض بنعمل كات سكان على الرئتين وحقيقة الكات سكان هي اكثر حاجه كويسه خالص بتفيدنا ورخيصه دلوقتي مش غاليه مش غاليه كتير لكن تفيدنا بسرعه ان احنا نعرف ان كان في ورم ولا ما فيش ورم. بعد كده الحاجات الثانيه اللي هي الاشعه التلفزيونيه دي الاشعه التلفزيونيه معروفه لكل الناس زيها زي الاشعه التلفزيون بنعملها للبيبيز للناس الحوامل هي برده بنعملها مثلا على الكبد بنعملها على الغده الدرقيه بنعملها على الكلى بنعملها على اي حته ثاني. جهاز الرنين المغناطيسي اللي هو طبعا معروف للساده المشاهدين ان هو عباره عن بيقولوا عليه صندوق يعني حاجه مقفوله كده وبيدخلوه وبيشوفوا بيعملوا الجهاز اللي احنا بنطلبه يعني حسب ما بنطلب اشعه بالرنين على المخ اشعه بالرنين على الرئتين اشعه بالرنين على البطن او الحوض فاي واحد فاي جهاز احنا بنحس ان هو ده ممكن يكون في حاجه معينه بنطلب الطلب ده هما بيعملوه والاشعه التلفزيونيه طبعا الاشعه التلفزيونيه اللي زيها زي اللي بنعملها للناس الحوامل يعني هي هي حلو خالص يا دكتور اتكلمنا عن انواع الاورام اتكلمنا عن خصائص كل منها اتكلمنا عن كمان وسيله تشخيص الاورام اتكلمنا عن الاماكن الاكثر عرضه للاصابه بالامراض ان كانت من ناحيه الذكور او ناحيه الاناث يجي السؤال المهم وهو الحلقه اسمها الاكتشاف المبكر للاورام يا دكتور <applause> ايه هو الاكتشاف المبكر للاورام وايه مدى اهميته وتاثيره في التجاوب مع العلاج او الجراحه ايه اهميه اني اكتشف هذا المرض في البدايه <applause> ودي حاجة طبعا دي الحاجة المهمة جدا اللي احنا عايزين نركز عليها لان بالطريقة دي احنا نقدر نكتشف المرض قبل ما ينتشر يعني احنا زي ما عرفنا ايه هو المرض الخبيث بنقول ان دي خلية بتزيد وتروح اماكن تاني لو احنا اكتشفنا الخلية دي في المكان نفسه نقدر نشيلها يبقى خلاص استريحنا على كده يبقى مفيش مشكلة يبقى مش هنعرض العيانين لأنواع لأ... لأ... تانية من العلاج يبقى هي الفكرة جات من إن احنا نكتشف المرض وهو صغير لدرجة أنه هو لسه ما انتشرش الأماكن تاني هي دي الفكرة جت من أن احنا ازاي بنعمل طب بنعمل ايه وإحنا قلنا طيب اكتر حاجة الأورام اللي بتحصل في الرجالة واكتر حاجة الأورام اللي بتحصل في الستات طبعا احنا ما عندناش حاجة ان احنا نكتشف مبكرا كل انواع السرطانات لكن بنختار هم الثلاث اربع حاجات اللي هم بينتشروا اكتر بين الناس فبنقول مثلا للستات علشان سرطان الصدر بنقول ان احنا نعمل حاجه اسمها ماموجرام، الماموجرام ده نوع من انواع الاشعه اللي بيقول لنا بالظبط ان كان في اي انواع من الخلايا الغريبه على الصدر وهي صغيره خالص، يعني الماموجرام اللي هو الاشعه دي اللي احنا بنعملها على الصدر ممكن تكتشف لنا اي ورم حوالي 2 ملم، يعني اي ورم يكون اتغير او شكل الخلايا بتاعت الصدر اتغيرت اقل من 2 ملم او 2 ملم او اكتر نقدر نكتشفه من الماموجرام، فدي حاجة تساعدنا إحنا كدكاترة إن إحنا بسرعة، آه طب إحنا شفنا الحاجة دي غريبة في الماموجرام أو نوع ده نوع الأشعة اللي إحنا بنعمله، آه شفناها غريبة، طب بسرعة نروح ناخد عينة منها، ناخد ندخل إبرة وناخد العينة منها، آه اكتشفنا آه ده فعلاً مرض خبيث، يبقى نشيلها. وده طبعاً أكتر حاجة ممكن توفر على العيان تكاليف كتيرة خالص وتوفر على العيان مشاوير كتيره خالص ودكاتره كتيره خالص ان هي نكتشف المرض قبل ما يروح اماكن تاني فاحنا بنقول ان الستات عندنا ثلاث حاجات لازم نعملهم اول حاجه نعمل حاجه اسمها ماموجرام اللي هي نوع من انواع الاشعه بنعملها على الصدر ودي طبعا احنا بنقول سن الأربعين وأكتر يعني سن الأربعين لغاية مثلا سن الخمسة وسبعين يستحسن كل واحدة ست تعمل الماموجرام أو تعمل الأشعة ده على الصدر عشان نكتشف أي سرطان في الصدر مبكراً على كل سنة يعني كل سنة بعد سن الأربعين لغاية سن الخمسة وسبعين يبقى محتاجة أنها تعملها كل سنة طب نقدر نعمله قبل كده آه نقدر نعمله قبل كده يعني مثلا في بعض الستات اللي هم يقولك آه أنا ماما جالها سرطان في الصدر على سن الأربعين وجدتي جالها على سن الأربعين ممكن نبتدي الأشعة دي نعملها على سن خمسة وثلاثين ما فيش مشكلة نقدر نقول للناس دول خلوا بالكم، لا دي في حاجه طبعا عشان خاطر العامل الوراثي في سرطان الصدر، انت تخلي بالك خالص تكشفي على نفسك كل كل شهر وتيجي للدكتور كل سنه ولازم نعمل لك الماموجرام من سن 35 وفوق علشان نقدر نكتشف سرطان الصدر مبكرا، يبقى كل الستات من اللي هم الطبيعيين من سن الاربعين 40 واكثر نعمل ماموجرام او نوع الاشعه ده على الصدر كل سنه ودي الحاجه المهمه جدا اللي احنا نغيرها الحقيقه اللي احنا بنعملها هنا في الولايات المتحده الامريكيه مش بنعملها في اي حته تاني ان بن بنروح نكتشف المرض قبل ما قبل ما ينتشر قبل ما يحصل فيه مشاكل منه آه يمكن احنا كان عندنا في مصر يقول لك انا ما اروحش للدكتور غير لما اتعب خالص يعني انا تعبان يشيلوني على نقاله كده ويدخلوني للدكتور لكن غير اما كده انا كويس وماشي على رجليا يبقى ما, فيش داعي لكن هنا دي الحاجه اللي احنا بنحاول نغيرها ونقول لا ده كشف الدوري مهم جدا الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها الانفستيجيشن اللي احنا محتاجين نعملها لازم نعملها يبقى الستات سن الأربعين كل سنه ما مجرم بعد كده اللي هو الباب, الباب سميرز او اختبار عنق الرحم اللي هو الحاجه اللي احنا بنعمل بيها عشان نكتشف اللي هو سرطان عنق الرحم تسمح لي دكتور قبل ما ننتقل لسرطان عنق الرحم بالنسبه يعني وده يمكن مركز قوي على السيدات اكتشاف الاورام المبكره في الثدي انا عايزه يعني حضرتك تشجع الناس انه ده حاجه ما هيش مزعجه وحاجه سهله لكن كمان ليها فوائد الفوائد انه ممكن ما يستأصلش العضو بالكامل جزء منه <تصفيق> <تصفيق> بالإضافة لو كان في علاج يكون في استجابة أكتر يا ريت يا يعني تشجع أكتر في الاتجاه ده طب. دي حاجة مشجعة جدا ودي حاجات قدامي كل يوم يعني كل يوم أنا بشوفها كل يوم كل ان احنا نكتشف السرطان ده قبل ما يبتدي ينتشر وهو صغير بالماموجرام بيوفر على العيان كتير خالص وانا شايف شفت ناس في حياتي ناس كتيره خالص دلوقتي عايشين طبيعي خالص ما اي مشكله ما اخدوش اي ما حصلهمش اي مشكله من السرطان بسبب ان احنا اكتشفنا السرطان ده في وقت مبكر وشلناه يبقى اكتر حاجه مفيده وفيري افكتيف يعني مفيده جدا ان احنا نعالج بيها السرطان ان احنا نستاصله ان احنا ناخده قبل ما ينتشر في كل مكان ودي الحاجه الماموجرام بتقول لنا عليها بتقول لنا ان هو اه ده في حاجه غريبه ناخد لها عينه العينة دي بتقول ان هي سرطان يبقى نشيله يبقى خلاص الست استريحت ما فيش مشكله تاني مش عايزين نعرضها تاني للعلاج الكيماوي والعلاج الراديشنز ولا حاجه لو احنا استنينا لغايه ما حسينا الورم يبقى الورم حوالي أربعة ل سنتيمتر يعني عشان انا احس ورم في صدري يبقى حوالي 4 5 سنتيمتر. يبقى مش عايزين نستنى لغاية ما نحس لكن لو بالحاجات الروتينيه اللي احنا بنعملها كل سنه نقدر نكتشف حاجه يبقى يبقى وفرنا على العيان حاجات كثيره خالص. الحاجه كان اللي كانت زمان بتمنع الستات انهم يعملوا الماموجرام ولكن انا عملته مره وحصل لي الم شديد جدا مش عايز اعمله تاني خلاص مش مشكله اموت بالسرطان اموت بالسرطان ما حصلتش حاجه لكن الحاجه الحديثه اللي حصلت ان الجهاز تطور طبعا الحاجات المؤلمه اللي كنا بنشوفها زمان دلوقتي ما حصل مش بت... دلوقتي في حاجه اسمها ديجيتال ماموجرام ديجيتال ماموجرام حاجه بسيطه مش بتعمل الم زي زمان فما تنزعجيش ما روحي وربنا هيكون معاكي وكل سنه تروحي مش مش كده وبس يمكن هنا في الولايات المتحده في كاليفورنيا بالذات المامو ببلاش يعني اي ست سن ال40 واكثر تروح اي عياده تقول لهم انا عايزه ماموجرام جرام يعملوه لها من غير ما يعملوا لها تشارج لاي حاجه بنعمله عندنا في العياده وفي كل حته موجوده ما فيش اي مشكله ابدا يبقى انا اشجعك اشجعك بليز لو سمحتي سن الأربعين 40 روحي للدكتور كل سنه اكشفي على نفسك كل سنه اعملي اختبار عنق الرحم من كل سنه لكل سنتين كل ثلاث سنين على الاقل، خلي بالك واعملي الماموجرام لو سمحتي على كل سنه من سن ال 40 واكثر. طيب حضرتك ما يعني يمكن ما قلناش او ما ركزناش باستفاضه او انا استوقفت حضرتك عند الكلام عند يعني عينه عنق الرحم خلينا م. نقولها او مسحه عنق الرحم اذا زي ما الناس بتحب تسميها مسحه عنق الرحم بتساعدنا علشان احنا نكتشف السرطان في عنق الرحم مبكر اللي احنا بنسميها باب سميرز باب سميرز اللي هو بنقول ان هو كمان حتى السن الصغير نبتدي نعمله بعد الجواز على طول يعني من سنه لسنتين بعد الجواز لازم اي واحده ست تعمل حاجه اسمها باب سميرز اللي هو مسحه مسحه عنق الرحم مسحه عنق الرحم بتقول لنا حاجه بسيطه برضو ومجانا هنا وبنعملها في في المكتب كنا زمان بنعملها كل سنه دلوقتي قلنا لا طول ما هو احنا عملناها ثلاث سنين ورا بعض وطلعوا طبيعي مفيش داعي ان احنا نعملها كل سنه ممكن نخليها كل سنتين كل ممكن نخليها كل ثلاث سنين لكن لسه متوفره وتقدر تعمليها كل سنه تعمليها كل سنتين زي ما انت عايزه بس ما تهمليهاش مهمه جدا انك انت تعمليها هي مسحه عنق الرحم الباب سميرز يبقى الباب سمير تروح للدكتور بتاعك مره كل سنه مره كل سنتين تقول انا عايزه اعمل باب سمير لان دي هتساعد ان احنا نكتشف يعني الباب سمير بالذات ده بقى يكتشف اي خليه من بدايه التغيير يعني الخليه قبل ما تتغير وتبقى سرطان بدايه التغيير ممكن نكتشفها بدل ما نشيل كل حاجه ممكن نفريزت يعني ممكن نكويها يبقى دي حاجه برضو مهمه جدا بدل ما نقعد نعمل عمليه جراحيه ونشيل نقول لا الخليه دي لو احنا سبناها بعد عشر سنين ممكن تتحول لسرطان فاحنا احسن حاجه نكويها ودي بتفيد حاجه اسمها الكرايوثيرابي او ان احنا نكوي الخليه دي في عنق الرحم من غير ما نشيل اي حاجه، من غير ما نعمل اي عمليه جراحيه، من غير ما نعرض الست للعمليه الجراحيه، ودي مهمه جدا ان احنا نكتشفها وبسرعه نكويها يبقى خلاص الامور انتهت، الخليه دي ماتت، يبقى مفيش ما مش هتنتشر في مكان ثاني، مش هتحصل اي مضاعفات منها، فاكتشاف عنق الرحم اللي هو المسحه بتاعت عنق الرحم دي مهمه جدا نعملها كل سنه، لغايه ثلاث مرات ولو طلعوا نيجاتيف ممكن نعملها كل سنتين لكل ثلاث سنين مفيش مشكله اوكي دكتور ماذا عن اماكن اخرى وحضرتك بترى انه الاكتشاف المبكر للخلايا دي فيها بيكون مفيد جدا للمريض. يبقى <applause> يعني احنا قسمنا الستات قلنا الحاجتين الاول اللي هو سرطان الصدر وبعد كده سرطان عنق الرحم، الحاجه الثالثه اللي هو سرطان القولون. الستات او الستات او الرجاله طبعا بعد سن الخمسين احنا هنا بنعمل حاجه اسمها كولونوسكوبي. كولونوسكوبي اللي هو عباره عن كاميرا بخرطوم صغير بيدخل خلال الكولون. وبيشوف كل القولون من اوله لغايه اخره ودي نقدر نشوف فيها اي نوع من انواع السرطان في البدايه حتى يعني لو اي حاجه ممكن هتتحول لسرطان في في المستقبل دي نقدر ناخدها ونستأصلها مش بس كده يقدر بيقدر يقدر بالكاميرا انه ياخد عينه منها كمان ويبعتها للمعمل لو كانت خلايا سرطانيه ومش خلايا سرطانيه يبقى 50 سنه واكثر سواء رجاله او ستات ممكن نعمل حاجه اسمها الكولوناسكوبي اللي هي المنظار على القولون بعد كده من سن الأربعين لأكتر ممكن نعمل حاجة تاني اللي هو تحليل البراز عشان نشوف إن كان في دم ولا لا اللي احنا بنسميه بالإنجليزي هيم أوكولت اوكي او تحليل البراز عشان نعرف في دم بنقول ان حاجه من الحاجات اللي, اللي بيعملها السرطان ان هو ممكن البراز يكون في دم شويه فبنقول ممكن ان احنا نكتشفه عن طريق ان احنا نعمل حاجه زي كده لو اكتشفنا ان هو عنده تم بوزيتيف في يبقى بنبعته عشان يعمل منظار على القولون في حاجه تاني مهمه جدا برضو عشان نحن احنا نغير الفكره دي في ناس كتيره بتخاف بتخاف من المنظار تقول انا لا, لا في واحد عمله قبل كده وتعب خالص المنظار بسيط جدا بنوموك قبل ما يعملوه عشان كده ما تحسش ما فيش اي مشكله وتعمله وتروح في نفس اليوم يعني ما فيش ما يبقاش في اي اعراض جانبيه واي مشكله يا دكتور يبقى اتكلمنا عن بالنسبه للسيدات عن امور او الاماكن اللي هي اكثر عرضه للاصابه وكيفيه تشخيصها لكن كمان الاكتشاف المبكر وفوائده. <applause> طيب ماذا عن اماكن اخرى؟ والقولون والقولون طبعا ده مشترك ما بين الرجال والنساء والاطفال واي حد عرضه للاصابه طبعا. بهذا الموضوع احنا ندخل بقى للرجاله احنا قلنا الستات اللي هو سرطان الصدر سرطان عنق الرحم وسرطان القولون بالنسبه للرجاله سرطان البروستات مهمه جدا البروستاتا سرطان القولون برضو وطبعا سرطان الرئتين لهوش حاجه احنا نقدر نعملها عشان نكتشفها لكن طبعا لو الانسان ابتدى يتعرض لكحه شديده فتره طويله يبقى وهو كمان مدخن يبقى لازم نعمله ونشوف نعمل اشعه مقطعيه او نشوف نقدر نشوف ان كان في اي حاجه سرطانيه في الرئة. ولا لا لكن الرجال عامه بننصحهم ان هم يعملوا حاجه اسمها بي اس اي اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتجين للبروستات بنقول بعد سن ال 50 واعلى ممكن بعد سن ال 40 واعلى لو انت عندك فاميلي هيستوري لو انت عندك حد من العيله عنده سرطان للبروستاتا ممكن نبتدي على سن ال 40 وكل سنه يبقى كل سنه نبعت البروستاتا بقى البروستاتا سبيسيفيك ده مش حاجه بنعملها احنا ده دم بنسحبه ونبعته للمعمل يقول لنا بالظبط ايه هو النسبه بتاعه البروستات سبيسيفيك انتيجين او البي اس اي سو البي اس اي مطلوب من الرجاله اللي هم بعد سن ال50 وكل سنه لو انت عندك اي فاميلي هيستوري او حد من من العيله عنده سرطان البروستاتا يبقى لو سمحت اعمله قبل كده من سن ال40 او لو انت عندك اي اعراض ابتديت تشتكي منها في البروستاتا مثلا انك انت بتدخل حمام كتير بتصحى الليل كتير يبقى برضه نعملها كل كل سنه. بالنسبه للرجاله برضه سرطان القولون زي سرطان القولون في الستات ان احنا بنعمله كل عشر سنين من سن ال 50 واكتر ونعمل كل سنه اللي هو الهيم اكلت الدم في البراز. ده بالنسبه للحاجات اللي احنا بنعملها للرجاله. طب خلينا نرجع دكتور يعني للبروستاتا. عند الرجال، حضرتك قلت ان هناك تحليل خاص بيها. وقلت بنشوف بيه النسب. يا <applause> ترى ايه النسب الطبيعيه اللي نقدر نقول عليها دي نورمال ما دخلتش في حيز الخطوره؟ <applause> احنا طبعا بالنسبه لنا بنقول ان الـ 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 الحد الفاصل هو اربعه. يعني لو البي اس اي اقل من اربعه يبقى انت كويس ما فيش مشكله، لو اكتر من اربعه يبقى احنا لازم نتابعه. طبعا مش مش كل زياده في البي اس اي يبقى نتيجه سرطان عشان بس ما فيش كل حد يخاف يعني ممكن التهاب البروستاتا يزود البي اس اي، ممكن التضخم في البروستاتا مع العمر يزود البي اس اي، فمش كل زياده في البروستاتا البي اس اي بتاعي انا سبعه يبقى انا اخاف ويبقى عندي سرطان في البروستاتا لا طبعا لا مش كل زياده في البي اس اي بتبقى نتيجه السرطان ودلوقتي في تفكير حتى ان احنا نلغي موضوع البي اس اي ده لاني اه يعني بيقول بيقول ان هو ممكن يؤدي لحاجات لانفستيجيشن احنا مش عايزينها اه لكن لغايه دلوقتي احنا بنعمله ولغايه دلوقتي من سن الخمسين 50 واكثر نعمله لكن لو لو جه زياده في وقت ما تتخضش مش مش لازم مش لازم يكون سرطان في البروستاتا ممكن يكون التهاب في البروستاتا بس احنا بنقول لحد الفاصل اربعه إيه اللي بنعمله؟ ممكن بقى إن إحنا بنبعتك لواحد أخصائي مسالك بوليه ونقول إن هو ده عنده مثلا خمسه، إيه رأيك؟ آه هو بيتجه إتجاهين، يقول لا ده أنا كشفت عليه غالبا عنده تضخم في البروستاتا شويه، إيه رأيك إن إحنا نديله مضاد حيوي لمدة مثلا أسبوعين ونشوف في الأخبار، نعيد البي اس إيه ثاني ونشوف، فيبقى ده عبارة عن نتيجة التهاب، بعد أسبوعين نعيده ثاني وطلع نزل. اقل من اربعه يبقى انت كويس مفيش مشكله لو لسه قاعد ثابت يبقى برضه بناخد عينه من البروستاتا ونشوف ان كان في بدايه لا. سرطان ولا سرطان البروستاتا مش بينتشر وبسرعه يعني سرطان البروستاتا بطيء خالص في الانتشار مش حتى لو قالوا لك انك انت عندك سرطان ما تتخضش وما تنزعجش سرطان البروستاتا عامه بيبقى من السرطانات السهله اللي ممكن تتعالج بسهوله وما اي مشكله منها وما فيش اي ضرر منها يعني. طيب دكتور حضرتك جبت سيره الانتشار وسرعه الانتشار والبروستاتا يمكن بطيئه مش سريعه الانتشار يمكن دلوقتي يجي السؤال اي الاماكن اصابه بالورم الخبيث بيكون فيها خوف من فكره الانتشار السريع ولما بتنتشر يا دكتور ايه اقرب مكان بتروح له <applause> معلش <applause> <applause> لا احنا طبعا بنقسم الموضوع ده بنقول ان كل العضو ما يكون عنده كميه دم كثيره كل ما يكون سرعه الانتقال اسرع يعني العضو اللي فيه دم كتير عامه بينتشر اكتر يعني الرئتين فيها دم كتير خالص عشان بتغير الاكسجين لثاني اكسيد الكربون والحاجات اللي زي كده سرعه الانتشار مثلا لسرطان الرئتين بسرعه خالص آم اي حته فيها بيبتدي فيها السرطان وفيها كميه دم كتيرة يبقى سرعه الانتشار فيها يكون اسرع لان عشان البروستاتا عباره عن حته مقفوله وحواليها كبسولة يعني مغلفه بحاجه جديده والدم فيها مش كتير فممكن تنمو ببطء تنمو ببطء وما بتنتقلش في مكان لمكان تاني ايه هو العضو اللي بيروح بقى الحاجات الـ الـ الحاجات السرطانيه ليها هو اقرب عضو يعني هو حسب ما الجهاز اللي بينتقل منه اللي بتتنقل منه الخلايا السرطانيه يعني الخلايا السرطانيه راحت من الصدر للكبد مثلا او راحت من الصدر للمخ او راحت من الصدر لل حتى فيها يكون فيها دم كتير تاني وهو عامه يعني السرطان بتاع الصدر بيروح مثلا للكبد بيروح للمخ بيروح للرئتين بيروح لحته حوالين الصدر نفسه فحسب ما الخلايا ما بتروح آه في حاجه دلوقتي هم بيعملوها ستادي علشان يشوفوا بالظبط كل الجسم حاجه اسمها بات سكان، سكان دي اي واحد عنده سرطان عشان يتابعوا فيه يشوفوا كل الجسم حصل فيه ايه، في في اي خلايا سرطانيه راحت عند اي حته في الجسم نفسه. كانه آه ف... ماسح ماسح طبي، ماسح على مسح كل, كل مسح طبي مسح على الجسم كله. بالظبط لو راحت لو الخلايا راحت عن طريق الجهاز الليمفاوي احنا بنقول انها بتتنقل اما عن طريق الدم او عن طريق جهاز الليمفاوي فاول حاجه تظهر اللي هو في الغدد الليمفاويه نقول مثلا انا عندي سرطان في في الغدد الدرقيه فاول حاجه تظهر ان الغدد الليمفاويه في 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 الرقبه بتاعتي تبتدي تكبر شويه وتحس ان فيها ورم هنا فاول طبعا ما تحس ان فيها ورم يبقى دي حاجه لازم تروح بسرعه للدكتور بتاعك وان شاء الله ما تكونش يعني حصل ان انتشار قبل ما نكتشفها قبل ما تنتشر يعني. امين يا دكتور مم. يمكن الكلام ده يطمن انه بالماسح الذري او نقول عليه بالماسح الطبي ده بتبان حتى اذا كان في عضو اتنقل لعضو ثاني والموضوع كله بيبقى تحت السيطره بزا. بزا. احبائي تعالوا مع بعض نطلع لفاصل سمعتوا وقت كويس وقت كافي كم من المعلومات الوقت الجاي خلينا نهدى قدام كلمات هذه الترنيمه وبعدها نرجع عشان نشوف ما هى افضل طرق العلاج كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتزاع وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على po box 3610 seal beach california 90740 نحن معضدي قناة الكرمة نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها والان ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناه وتضاعف معها ايضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم والرب يبارككم. بحضراتكم معانا لاستكمال ما بداناه ووصلنا لمرحله علاج الاورام جه الوقت اللي انتوا تقدروا تتصلوا وتسالوا سمعتوا وقت كافي وباستفاضه لكن في الوقت الجاي عندكم فرصه تسال عن اي حاجه شعر بيها او اي عرض انت حاسس بيه من الحاجات اللي سمعتها وحابب تشوف ازاي ممكن تتصرف في الوقت اللي جاي اهلا وسهلا بيكم دكتور مرة تاني برحب بيك أهلا وسهلا بيك شكرا على الوقت الأول من الحلقة وقد إيه كان ساري بمعلومات ويمكن زي ما حضرتك سمعت البعض قاعد بيكتب كل اللي بيتقال ربنا يباركك فعلا ويعوض تعب محبتك ربنا يبارك اتكلمنا باستفاضة عن الأورام وأنواعها وعن بعض خصائصها اتكلمنا عن طرق تشخيصها اتكلمنا عن الأماكن اللي أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض لكن كمان اتكلمنا عن أهمية الاكتشاف المبكر للأورام وكيف يتعامل هذا مع سرعة الاستجابة للعلاج وفي نفس الوقت استئصال جزء وليس العضو كله من الجسم في حالة الاكتشاف المبكر لأي مرض في أي جزء من أجزاء الجسم ويأتي وقت العلاج دكتور ماذا عن العلاج؟ طبعا احنا العلاج بتاعه الاورام بنقسمها لثلاث انواع من العلاج العلاج الاولاني هي العلاج الجراح الجراحي ان احنا نستأصل الورم ان احنا نشيل الورم بكل حاجه حواليه يعني ناخده كده ونشيله ودي اهم حاجه ويمكن دي اكتر حاجه ممكن تفيد العيان في في يعني في المستقبل يبقى الاستئصال الجراحي للورم هو اساس العلاج الاولاني يعني ودي طبعا الفكره ان احنا بنقول كل ما نكتشفه صغير كل ما نعالجه احسن كل ما نكتشفه في البدايه كل ما نعالجه احسن كل ما نكتشفه في المراحل الاولانيه كل ما نعالجه اكثر كل ما نكتشفه في البدايه قبل حتى ما يتحول لسرطان وبس نكويه يبقى كل ما يكون احسن لكن لو سمح الله واحده جات وقالت انا عندي عندي ورم والورم ده طلع ان هو سرطان يبقى اول حاجه نبعتها لواحد جراح يشيل لها الورم ده يشيل الجزء اللي فيه الورم ليه بنشيله علشان خاطر ما ينتشرش ليه بنشيله علشان خاطر نحمي الخلايا اللي حواليه من ان هي بعد كده تبتدي تموت من السرطان بتاع اللي هو منتشر في المكان ده يبقى الاستئصال الجراحي هو اساس العلاج لاي ورم عندنا بعد كده بتيجي الحاجات المساعده الحاجات المساعده ان احنا بنستأصل الورم وندي المريض حاجه اسمها علاج كيماوي او نستأصل الورم وبندي المريض علاج كيماوي والعلاج بالاشعاع اللي هو الراديو ثيرابي. الاشعاع العلاج الكيماوي بقى بيدخل في الجسم وبروح علشان يقتل الخلايا دي اللي هي بتعمل الخلايا السرطانيه طبعا بس العلاج الكيماوي له اعراض جانبيه الاعراض الجانبيه دي بيعمل يعني الانسان يحس انه تعبان خالص يعني يبقى علاج بقى علاج قوي وكيماوي شعره ممكن يقع ممكن يحصل له فقر دم شويه يحس إنه هو هزلان وتعبان وعايز ينام بصفة مستمرة كل الحاجات دي بتيجي لأن العلاج الكيماوي بيروح يقتل الخلايا الكويسة والخلايا الوحشة كمان يعني الخلايا الوحشة والحاجات الخلايا الكويسة كمان فممكن يأثر على الخلايا الطبيعية للإنسان نفسه لكن طبعا بتبقى فترات قليلة والإنسان بياخدها جرعة مثلا لمدة 3 شهور أو 4 شهور أو خمس شهور وبعد كده خلاص مفيش داعي أن احنا نكمل تاني بعد كده يبقى دي خلاص هو فلو قدر العيان يصمد ويقول لا معلش انا هستحمل الاعراض الجانبيه اللي بتحصل من العلاج الكيماوي ده لغايه ما نخلص جرعه العلاج يبقى كويس خالص يبقى ده برضو دي حاجه مشجعه ان العيان هيقدر يبقى كويس وما فيش اي مشكله في حاجات تاني الاورام تاني بتستجيب للعلاج الراديشنز اللي هو الراديو ان احنا بنعرض المكان بتاع الورم ده لنوع معين من انواع الاشعاع تخلي الخلايا بتاعه الورم نفسه نفسه تقل في الحجم وممكن بعد كده نستأصلها، يعني في أحيانًا لو ورم كبير خالص ممكن نبتدي بالعلاج الـ 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 الإشعاعي الأول، نبتدي بالعلاج الإشعاعي وبعد كده نقلل الحجم بتاع الورم وبعد كده نقدر نستأصل الحجم بتاع الورم بعد كده، لكن أساس العلاج هو الجراحة، أساس العلاج هو إن إحنا نستأصل الورم بكل الخلايا اللي حواليه علشان ما يزيدش في الحجم تاني وما يزيدش في الانتشار. طيب دكتور حضرتك قلت من الامور المهمه جدا او يمكن اللي حضرتك شايف انها من الطرق الجيده للعلاج استئصال الورم. أه. طيب يا دكتور لو سالت حضرتك هل بعد الاستئصال بيرجع الورم تاني؟ مش في مكان اخر. أه. في مكان اخر عرضا يكون بيظهر في مكان اخر، أه. لكن في نفس المكان اللي تم استئصاله أه. هل في احتمال انه ينمو تاني؟ ودي ودي طبعا بتعتمد على الورم نفسه، يعني بتعتمد على كميه الورم الموجوده، لو الورم صغير ونقدر نستأصله بكل الجدار اللي حواليه ونبعته للمعمل يقول لا ده احنا استأصلنا الورم كله وكمان الجدار اللي حواليه ده ما اورام، يعني خالي من الاورام، يبقى احنا كده نجحنا ان احنا نستأصل الورم بما بكل حاجه فيه، يبقى يبقى نسبه ان هو يرجع تاني لنفس المكان نفسه ده قليل خالص. لكن لو احنا لو لو الورم كبير واستصلنا جزء منه بس ولسه في خلايا سرطانيه موجوده في المكان طبعا في احتمال ان هو يرجع تاني في 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 احتمال ان هو يرجع في نفس المكان تاني ان هو يبتدي يكبر تاني بعد ثلاث اربع سنين نكتشف ان الورم ده ابتدى يزيد تاني. لكن ده بتعتمد على كميه الحجم بتاع الورم نفسه على الحجم ان كان صغير ودي برضو بترجع تاني وننبه تاني ان هو كل ما نكتشفه بدري كل ما يكون العلاج احسن كل ما نكتشفه في المرحله الاولانيه كل ما يكون الاستئصال اقوى وكل ما الاستئصال والخلايا اللي حواليه اسرع وادق فبالتالي المعمل ممكن يقول لنا الكلام ده المعمل يقول آه احنا شلنا كل الورم وشلنا كمان جزء من الخلايا الصحيه الكويسه فلو احنا شلنا جزء من الخلايا الصحيه الكويسه حواليه يبقى, احنا في يبقى نجحنا ان احنا نستاصل الورم بي بي بكل فيه يبقى نسبه رجوعه تاني لنفس المكان تاني يبقى صعب طبعا الدكتور الاورام بيتابع الحالات دي بيقول لا طب احنا نعمل حاجه اسمها المسح اللي احنا بنقول بات كان كل ثلاث آه. شهور كل اربع شهور كل ست شهور حسب البروتوكول عندهم حاجه كده هم بيعملوها اللي هو اخصائيين الاورام ان هم كل مثلا ست شهور يعملوا بات كان عشان يتاكدوا لو الانسان خالي من الورم وخالي من كل بعد سنتين ثلاثه يبقى ده نسبه النجاح عاليه خالص ونسبه ان هو يعيش طبيعي بعد كده تكون عاليه خالص ما فيش اي مشكله طب دكتور خليني اسال حضرتك سؤال تاني بعد ما عرضت قدامنا طرق آه العلاج حضرتك كطبيب هل بتشوف انه في استجابه للعلاج؟ خلينا نقولها بطريقه اوضح هل حضرتك بتشوف انه في نسبه شفاء نتيجه العلاج؟ <applause> نسبة <applause> نسبة شفاء نتيجة العلاج طبعا بالتاكيد وانا عندي حالات كثيرة خالص في العيادة كلهم اكتشفنا الورم بدري و يعني بدري خالص استأصلناه حتى ما احتاجوش ان هم ياخدوا علاج كيماوي ما احتاجوش الراديشنز واستجابوا لغاية دلوقتي خمس ست سبع سنين بعد الاستئصال ما فيش أي مشكلة وبنتابعهم وبنشوفهم وبيروحوا لدكاترة الأورام وبييجوا فرحانين وكويسين خالص كل ما ييجوا يدوني هاج كده ويقولوا لا احنا كويسين خالص دلوقتي ما فيش أي حاجة وده بتعتمد كمان على بتعتمد مره تاني على سرعه الحركه وإن الدكتور بسرعة بعثناها للجراح وشلناها بسرعة والأمور استقرت وكل الأمور بقت كويسة. فأول ما بنكتشف الحركة المفروض بتاعة الدكتور بتبقى سريعة شوية علشان خاطر يتصل بجراح يشيل يشيل الورم ويتصل بدكتور الأورام علشان خاطر نبتدي العلاج وبسرعة علشان خاطر الريكفري أو الـ إن هو الإنسان يكون عايش طبيعي بعد كده وده الغرض عايش طبيعي ما أي مشكلة تكون عالية بعد العلاج من الأورام دي. تبي دكتور حضرتك في كلامك قلت كمان هناك حالات بعد الاستئصال لا تحتاج لكيماوي آه. او ذري اه ايه الحالات دي لا ده وايه الاختلاف بينها ما بين الحالات مه. اللي بتاخد الجرعات ديت ودي كمان بتعتمد على ان هل يا ترى الخلايا السرطانيه انتشرت لمكان ثاني ولا لا يعني م. لو الورم ده احنا شلناه وبعد كده بصينا حوالين الورم ما فيش ما فيش حاجه تاني فيها اورام ولا حاجه وبعد كده الجراح وهو بيشيل الورم بيشيل الغده الليمفاويه اللي جنبيه فيقول لو الغده الليمفاويه دي اللي جنبيه طلعت خاليه من المرض يبقى المرض ما يبقى يبقى نسبه يبقى مش محتاج خلاص ما هياخد ليكيموثيرابي ولا حاجه مش محتاج لان احنا كده نجحنا ان احنا نشيل الورم بكل الجدار اللي حواليه وكمان الغدد الليمفاويه اللي جنبيه خاليه من المرض يبقى ما فيش مشكله يبقى مش محتاج اي علاج كيماوي او محتاج اي علاج بالاشعاع يبقى ده بتعتمد على العينه اللي احنا خدناها جراحيا لو العينه اللي احنا خدناها جراحيا بكل المرض من من الجراحه استأصلناها بكل المرض والخلايا اللي حولي كويسه وكمان الغدد الليمفاويه خاليه من المرض يبقى الانسان كويس وهيقدر يعيش مش محتاج كيموثيرابي مش محتاج اي راديشن من غير اي مشكله في المستقبل. ده كلام رائع يا دكتور ويمكن م -م. مشجع جدا ورائع جدا وبيلمع قدامنا فكره الاكتشاف المبكر. سرعه الاكتشاف المبكر م -م. يعني دي نتيجه رائعه انه حتى مش هيخضع للعلاج الكيمائي اللي بيتخاف منه ولا الاشعاع الذري ولا الامور اللي بتعقب العمليه يعني يمكن يكتفي الطبيب المعالج بالاستئصال الكامل مم. للورم مم. وما يخضعش للعلاج بس كده. مش كده وبس لكن كل سنه في تطورات بتحصل على العلاج الكيماوي يعني في حاجات في ادويه جديده بتيجي وفي ادويه جديده ملهاش الاعراض المخيفه اللي احنا بنكتشف اللي احنا بنسمعها لكن في كل سنه عن الثانيه في حاجات جديده بتحصل وفي ادويه جديده بتيجي وفي ادويه جديده لعلاج السرطان بيكتشفوها وبتبقى كمية الأعراض الجانبية لها أقل من الأعراض الجانبية اللي بتحصل من الأدوية اللي كنا بنستعملها في, في الوقت فات طيب يا دكتور ربما جه سؤال بتقول فيه الأخت أنه هي بتاخد علاج فيروس سي ولكن بعد ثلاث شهور فوجئت أنه شعرها بيقع بيقع بكثافة في ألم آه شديد في اماكن مختلفه من جسمها في الم في عظمها آه ايه رايك يا دكتور ده راجع لايه آه التهاب الكبد الوبائي سي واحد من الادويه اللي احنا بنديها حاجه اسمها الانترفيرون او ده واحد من العلاج بتاع الهيباتيتس سي آه للاسف الدواء ده شديد خالص وليه اعراض جانبيه الاعراض الجانبيه أنه هو بيعمل حراره بيعمل تعب في الجسم بيحس الانسان أنه هزلان وعايز ينام على طول يترعش كتير شعر يقع الحاجه اللي احنا بنشجع بيها العيان ونقول له لو قدرت تصبر ست شهور اللي هو فتره العلاج بتاعه التهاب الكبد الوبائي سي وكنت قوي يبقى كويس ما فيش مشكله لكن لو الاعراض الجانبيه شدت على العيان اكتر مش قادر يستحملها في دكاتره كتيره خالص من الجهاز الهضمي واخصائيين التهاب الكبد الوبائي سي يبطلوا العلاج يقولوا لا احسن ان احنا نسيبها بالهيباتايتس سي احسن ان احنا من ان يكون في اعراض جانبيه للدواء ده الدواء ده شديد وله اعراض جانبيه اعراض جانبيه تاني انه بيعمل فقر دم بيعمل خلايا الدم البيضاء بتقل في الجسم تحصل رعشه ويحصل حراره طفيفه ويحصل ضعف في الجسم ويحصل سقوط في الشعر وكل الكلام ده كله دي حاجات متوقعه والدكتور قبل ما يبتدي العلاج المفروض ان هو يقول الكلام ده ممكن دي تحصل وبنتيجه العلاج بتاعه الهباتيتس سي بتاع الالتهاب الكبد الوبائي سي خليكي قويه لو هي مش مش شديده خالص شدي حيلك لغايه ما تخلصي فتره العلاج إن شاء الله ربنا يكون معاكي وتكوني كويسة. امين. أتمنى يا أختي العزيزة صاحبة السؤال اللي جه ان تكوني سمعتي الإجابة اللي طرحها دكتور يوسف باستفاضة. أخويا عادل من نيوجيرسي أهلا بيك. أيوة مساء الخير، حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. مشكلين على الدكتور يوسف المعلومات القيمة الجميلة اللي بتقولها دي. ربنا يخليك يا نيبارك. أخي عادل، شكرا. الحقيقة يا جماعة عندي مشكلتين أو سؤالين. واحد عن القولون واحد عن المعده ايوه اتفضل انا انا عندي 62 سنه أيوة. كان في كان في عندي مشكله في القولون الحقيقه اورام في القولون وللاسف يعني هم شالوا الاورام كلها ثلاث مرات بالمنظار. الحمد لله طلعت الاورام حميده يعني كويس يا دو... كويس يا اخ عادل اتفضل لكن الآن دي بقى ظهرت المعده عندي بكتيريا والبكتيريا دي بنحاول انتبيوتك كتير جدا بعد ثلاث شهور بحاول اخد العلاج لكن للاسف قدرت البكتيريا موجوده مش عايزه فبيقولوا لي البكتيريا دي ممكن تتحول لفيروس يعني في المعده ممكن تعمل قرحه وممكن تعمل كانسر. <applause> <applause> انا مش عارف الحقيقه يعني عمال يحاولوا الدكاتره الاخصائيين عشان يعمل حاجه افكت للبكتيريا دي مش عارف تمشي طيب يا اخ عادل الدكتور هيرد عليه خليك معانا اتفضل يا دكتور البكتيريا الموجود في المعده دي احنا بنسميها البكتيريا اللي هي الحلزونيه او الاتش بايلوري الاتش بايلوري ليها علاج معين المفروض ان احنا بنديه نوعين من المضاد الحيوي ونوع للمعدة نفسه أنواع المضاد الحيوي بتتغير بقى إحنا عندنا ثلاثة أربعة خمس أنواع من المضاد الحيوي بنغيرهم لغاية ما نلاقي واحد مضاد حيوي ينفع معاك وتستجيب ليه البكتيريا للأسف من من كثرة المضادات الحيوية اللي إحنا بنديها للبكتيريا أحيانا البكتيريا دي بيحصل لها ريزيستنت يعني بيحصل لها مناعة من المضادات الحيوية البكتيريا الحلزونية بتعمل فعلا قرحة في المعدة وأحيانا بتحول القرحة دي لخلايا سرطانية طبعا عايزين نست... ن... ن... نعالجها لازم ندو... ن... نبحث وندور على مضاد حيوي يعالجها وبعد كده نشوف نوع المضاد الحيوي لو نفع نفع ما نفعش نغيره لغايه ما نلاقي فيه علاج معين هيأثر على البكتيريا وتلها دي اول حاجه، تاني حاجه اللي هو في القولون الحاجات اللي هي الزوائد الموجوده في القولون دي احنا بنسميهم بالبس آه والبولبس دي بيتشالوا من, من من القولون ودي حاجه طبعا ميزه ان احنا بنعمل الكولونوسكوبي اللي بنعمل الكاميرا دي في القولون ان احنا بنشيل الحاجات دي الزوائد دي علشان نشوف ان كانت هي ممكن تتحول لسرطانات خبيثه في في المستقبل ولا لا معظمهم بيطلع سرطانات حميده ما فيش مشكله منهم لكن طبعا بنخلي بالنا ان احنا ممكن يتحولوا وما يتحولوش لو هيتحولوا يبقى لازم نعمل المنظار ده كل سنه ونغير من من كل سنه من كل عشر سنين لكل سنه يبقى اجابه للبكتيريا ان شاء الله هنلاقي مضاد حيوي تستجيب للبكتيريا بتاعتك والحمد لله ان البالبس بتاعتك طلعت بناين وربنا حفظ عليك يا اخ عادل امين شكرا لصالك اخي عادل ونحب ان احنا دايما نطمن عليك شكرا ليك آه نيجي عند فقره انا بعتبرها مهمه جدا علشان كده نفسي اوجه كلامي لحبايبي المشاهدين اللي جاي مهم قوي اللي اتقال كان مهم لكن اللي جاي اهم وهو ما هي الاعراض التي يجب ان لا تهمل بمعنى لو انا عندي عرض واثنين وتلاتة من الأعراض اللي هنسمعها دلوقتي أبدأ أتحرك أبدأ أتحرك أعراض يا دكتور يجب ألا تهمل بتشير إنه في شيء ما يحدث ما هي؟ قبل ما نقول الاعراض دول انا مش عايز اقول ان هي الاعراض دي يبقى عندك سرطان ربنا حفظ عليك ان شاء الله ما يكونش لكن احنا بنقول ان الاعراض دي مهمه جدا على انك انت تسيك ان اتنشنز يعني تروح تشوف الدكتور بتاعك لكن ده مش معناه انه يكون سرطان ممكن تكون حاجه تاني يعني لكن طول ما هو واحده من الاعراض اللي احنا هنقولها دي موجوده يبقى لازم تروح تشوف دكتورك اول عرض احنا بنقول انك انت بتخس مثلا تبتدي فجاه كده تلاقي نفسك بتخس كل شهر بتخس عن الشهر اللي قبله أه بنسال العيان انت طب هل يا ترى بتعمل نوع من انواع الدايتنج ولا انت مش بتاكل كويس ولا ايه لا الاكل بتاعي هو هو وكل حاجه زي هي هي بس المشكله دلوقتي انا حاسس ان انا بغذي يبقى الخس المفاجئ انك انت تخس عدد كبير من الكيلوجرامز او الباوندز بسرعه كبيره من غير اي اكسبلانيشن من غير اي حاجه تقول انك انت على دايت دي محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور ممكن تكون حاجه تاني كل سمح الله بدايه سكر مثلا ممكن يكون اي حاجه تاني تخسسك لكن طول ما انت بتخس يا يعني بليز لو سمحت روح شوف الدكتور بتاعك فدي اول حاجه الحاجه الثانيه انك انت تكون شاحب اللون يعني مثلا الناس بتقول لك انك انت شاحب اللون يعني لونك مش طبيعي شفافك ابتدت تبيض شويه ولونك شاحب لونك شاحب معناه انك انت عندك فقر دم فقر دم معناها انك انت في حاجه في جسمك شغاله ايه هي الحاجه دي لازم نجاوب عليها ممكن يكون حاجه تاني الستات بيجي لها شحوب مثلا في سن ال 45 يمكن الدوره بتاعتهم تكون غزيره شويه تعمل لهم فقر دم سواء كده او كده اي شحوب او احساس انك انت عندك فقر دم لو سمحت تروح عشان تشوف الدكتور بتاعك الحاجه الثالثه اللي هو حراره يعني مثلا في ناس يجي لهم حراره يقول لك كل ليله انا بتجيني حراره وبديني قفه يعني تشيلز يعني يحس ان انا بترعش كده في السرير لو في حراره طويله والفتره طويله لا برضو دي محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك فيها يعني الحراره عامه لو جالك دور برد 3 4 5 ايام تبقى كويس لو لا سمح الله عندك التهاب في الشعب الهوائيه 3 4 5 ايام تكون كويس لو رحت للدكتور عندك التهاب في الشعب الهوائيه وعطلك مضاد حيوي اسبوع بقيت كويس لكن حراره فتره طويله اسبوعين ثلاثة شهر كل يوم يحصل لك حراره دي حاجه لازم تروح للدكتور بتاعك يبقى خساسان وبسرعه من غير ما, ما تكون على دايت حراره لفتره طويله لو انت عندك persistent قاف يعني مثلا بتكح فتره طويله برضو محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك يبقى كحة لفترات اطول من الطبيعية مش قادر تاخد نفسك لفترات اكتر يعني اكتر من الطبيعة يبقى دي محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك الحاجة المهمة اللي هو تغيير الطبيعة يعني ايه مثلا نقول لو انا بدخل الحمام كل يوم بعمل نمبر 2 مثلا مرة في اليوم لكن فجأة كده بعمل خمس مرات في اليوم او البراز بتاعي اتحول لونه اسود او ان انا مش بعمل لمده 3 4 5 ايام يبقى في تغيير في الطبيعه بتاعتك في تغيير في انك انت تدخل الحمام بانتظام زي ما انت كنت متعود يبقى لو سمحت بليز لا ده محتاج تروح تشوف الدكتور اي تغيير لفتره طويله تروح تشوف الدكتور يعني لو مثلا اكلت اكل صعب وجالك دور اسهال بعدها بيومين ثلاثه او بيت كويس ورجعت تاني للطبيعي يبقى دي حاجه مش خطيره لكن لو ليك شهر مثلا عندك اسهال والطبيعه بتاعتك متغيره اه لا محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك لان طبعا ده مش طبيعي دي حاجه مش طبيعيه الحاجه الثانيه لو البراز بتاعك اتغير الشكل بتاعه اتغير آه لونه اسود بدل ما كان بيكون لون طبيعي بيكون لون اسود يبقى دي محتاجه انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك آه الالم يا دكتور الالم زياده الالم في مكان واحد ما بيتغيرش <applause> طبعا الالم كون ان احنا يكون عندنا الم برضو دي حاجه مهمه ان احنا محتاجين ان احنا نروح نشوفها آه الالم عامه لازم يكون في 3 كاركترز مهمين جدا يعني ثلاث حاجات مهمين ان هو يكون في مكان معين وثابت يعني انا عندي الم كل صبحيه بيجي في الحته الفلانيه في الحته دي انا عندي الم وبيزيد كل يوم عن التاني عشان بس برضو ما نحط الساده المشاهدين في موضوع خوف في اي الم ان يعني هو اي ماي oh انا لا طبعا لا احنا بنقول الالم اللي هو ثابت في مكان معين وبيجيت ورس يعني فتره هي فتره طويله في نفس الالم في الحته دي بصحى كل صبحيه بعندي نفس الالم لا ده محتاج انك انت تروح تشوف دكتور دشوم الحاجه الثالثه انك انت تبقى فاقد فاقد الشهيه يعني يعني ما فيش ما فيش شهية, شهيه عندك يبقى أكل. مش عايز الاكل قدامك مش مش عايز تاكل او بتاكل كميه قليله وتحس ان بطنك اتملت خلاص دي حاجه برضو محتاجه انك انت تروح لتشوف الدكتور بتاعك هل يا دكتور يدخل تحت الامور دي عامل هو عدم الاستجابه شويه للادويه لو انا عندي حاجه وعمال اخد ادويه عمال اخد ادويه وليا وقت عمال اخد ادويه ومفيش استجابه سريعه هل ده مؤشر احنا احنا بنقول اي عرض اي عرض مستمر فتره طويله حتى لو كنت بتاخد له ادويه ولسه قاعد مستمر لو سمحت روح شوف دكتورك يعني مثلا واحد في ناس يقول لك انا جاني صداع صداع فجاه صداع شديد خالص طب انت الصداع ده كان عندك قبل كده لا عمري ما جاني الصداع قبل كده زي كده بيصحيني من النوم وكل يوم وكل يوم بيزيد عن عن اليوم اللي قبله لا يبقى انت محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بفتح عينيا دلوقتي من الصداع مش قادر افتح عينيا في النور، لا برضو ده لازم محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور، يبقى اي تغيير في العرض بتاعك للاسوأ يبقى محتاج تروح تشوف الدكتور، اي حاجة انت متعود عليها اتغيرت يبقى محتاج تروح تشوف الدكتور، يعني زي ما قلنا وزنك اتغير فجأة روح شوف الدكتور، طبيعة بتاعتك اتغيرت فجأة شوف الدكتور. اي حاجه من الحاجه اللي انت متعود تشوفها كل يوم فيها تغيير يبقى محتاج تروح تشوفها يعني مثلا في اكزامبل مثلا انا عندي حاجه طالعه لي في الجلد بتاعي بشوفها كل يوم هي هي لي 10 سنين كده مفيش مشكله فجاه لقيتها ان هي بتكبر شويه او بتهرشني او الجدار بتاعها اتغير يبقى في تغيير يبقى في تغيير حصل على الحته دي يبقى انت محتاج برضو تروح تشوف الدكتور بتاعك يبقى اي عرض constant persistent getting worse يعني ثابت في مكان معين وفي نفس المكان وجيت وورز يعني بيبقى اسوء عن اليوم اللي قبله ده محتاج انفستيجيشن محتاج انك انت تروح تشوف الدكتور بتاعك نقدر نقول يا دكتور اي خلل اي خلل يحصل في الهرمونات ممكن يكون برضو مؤشر آه، اي خلل من من اي نوع عليك. يعني مثلا احيانا انه بعض الناس مثلا يحصل ليها الم جامد في الصدر وحاجات مش معتاده تحصل نزيف مفاجئ حاجه هي خلل في الهرمونات تلخبط طبيعه الجسم طبعا احنا احنا برضو مش عايزين نخلي الساده المشاهدين يخافوا يعني في حاجات بتحصل مع العمر بنت نتيجة الهرمونات اللي بتتغير، يعني مثلا الستات الدورة بتاعتها بتتغير لما بتكبر بتتغير شوية، يعني في ستات بعد سن الاربعين 40 تقول لك أه أنا الدورة بتاعتي كانت بتنزل عليا ثلاث مرات ثلاث أيام، دلوقتي بتنزل ست أيام وغزيرة خالص، أو بتجيني مرتين في الشهر، أو في حاجة اتغيرت، دي عامة بتبقى نتيجة تغير في الهرمونات بتاعة الجسم، لكن برضه محتاجة إنك أنت تروحي تشوفي دكتور، لأن ممكن تكون حاجة تاني ممكن تكون حاجة تاني أي تغيير في أي حاجة أنت مش متعودة عليها يعني لو الدورة كانت بتنزل ثلاثة أيام ودلوقتي بتنزل ست أيام وبتنزل غزيرة لا لو سمحتي روحي شوفي لغاية ما نطمنك ونقول لك لا ما تخافيش مفيش مشكلة كل الأمور كويسة دي بس تغيير في الهرمونات بتاعتك وإن شاء الله تبقي كويسة مفيش مشاكل بعد ده عامة لو هو تغيير بعد سن ال 45 الدورة بتبتدي تقل شوية وبعد سن ال 50 الدورة تقطع خالص وخلاص يبقى كده محتاجة الطمان من الدكتور بتاعك يبقى محتاجة انك انت تروح للدكتور بتاعك وتقولي لا ده انا الدوره بتاعتي اتغيرت ممكن تكون وغالبا هتطلع كده ان شاء الله يعني ان هي تكون غالبا نتيجه للهرمونات بتاعتك ان هي بتتغير لكن ممكن تكون حاجه تانية يبقى لازم تروح للدكتور بتاعك طيب حضرتك سارت عدد رائع جدا من الحاجات التي يجب مراعاتها ومش بس كده وعدم تجاهلها <تصفح annoyed> كويس يا دكتور، وبنعتبرها ربما تكون مش عايزين نقول اعراض بتصاحب لكن على الاقل لو شفناها يجب ان لا نتجاهلها. طيب يا دكتور، ماذا عن النصائح؟ أنا مبسوطة جدا إنه قادرين يعني نغطي كل ده، ما نفسيش كان حاجة واحدة من الحاجات دي تكون بتؤجل لأن كل واحدة أهم من اللي قبلها. طيب يا دكتور، قول على حاجات نعتبرها نصائح تقلل من حدوث الإصابة بهذا المرض. نقدر نعمل إيه؟ حتي نتجنب الاصابه بمرض خطير زي كده طبعا ده هيرجعنا للاسباب بتاعت او او العوامل اللي بتخلي الامراض دي بتحصل كتير فاول حاجه طبعا احنا نقولها للناس المدخنين لو سمحت بطل تدخين <تصفيق> <تصفيق> لان طبعا الخلايا السرطانيه اللي بتبان في الرئتين بيبقى سببها التدخين التدخين انا دايما بقول دي فرصه ان احنا نقول للعيانين بتاعتنا برضو على موضوع التدخين بقول للعيانين ان هو التدخين ممكن يعمل اي نوع من انواع السرطان يعني احنا بنقول اكتر حاجه يعملها هو سرطان الرئتين لكن لا لو انت تبص التدخين ممكن يعمل سرطان الرئتين ممكن يعمل سرطان الح... الح... الحنجره ممكن يعمل سرطان اللسان ممكن يعمل سرطان المعده ممكن يعمل سرطان القولون ممكن يعمل سرطان المثانه يعني مو اي نوع من انواع السرطان اول حاجه نقراها في الكتاب بتاع الطب اللي هو التدخين فالتدخين ده عامل اساسي لكل انواع السرطانات يمكن يا دكتور آه. كمان ليه نتيجه سلبيه برده ما بنشوفهاش لكن المدخن التدخين السلبي اللي ملوش ذنب المحيطين طبعا. بالمدخن طبعا. اللي بياخدوا آه يعني آه آه اقول ايه هواء ملوث او مم. بيدخنوا بشكل غير مباشر هم كمان عرضه يعني لو اولادك في البيت لو بناتك في البيت لو زوجتك في البيت يجب انك تراعي ده لو حتى زوجتك واولادك الاطفال البيبي حتى عشان اولادك حتى مم. لو انت ما كان عندك مقاومه وقدرت تقاوم هذا المرض لكن انت يمكن بتجلبه لاحب الناس ليك اشكرك يا دكتور لا احنا دول بنسميهم السكند هاند سموكينج يعني الناس اللي هم مش بيدخنوا لكن للاسف في واحد في البيت بيدخن برضو اكثر عرضه للحاجات دي انها تحصل لهم برضو لان التدخين كميه الدخان اللي بيبقى موجود في البيت ممكن اي حد يستنشقه ممكن اي حد يدخله للرئتين بتاعه وده طبعا برضه في حاجه اسمها جينيك إفكت يعني ممكن ياثر على الرئتين برضه لاي حد موجود في البيت التدخين طبعا ضار وربنا يكون معاكم لاي حد مدخن انا بيجيني العياده بقعد اشجع فيه ان هو يبطل تدخين باي وسيله احنا محتاجين طبعا انك انت تبطل تدخين والحمد لله دلوقتي علب السجاير بطلوا حطوا حطوا الرسمه المخيفه دي عليها علشان يقولوا للناس إن, ان هو التدخين ممكن يؤدي الى سرطان نعم. ممكن بالصحه عشان كده تبطل تدخين فاحنا نصلي لكل واحد النهارده مدخن ربي دي له قوه علشان يبطل تدخين مش عشان مش عشان خوف من السرطان لكن عشان تحمي اولادك من الازمه عشان تحوي اولادك من من حاجات كتيرة خالص التدخين بيعملها امين فدي اول حاجه الحاجه الثانيه الفيزيكال اكتيفيتي يعني الحاجه كل ما الانسان ان هو بيعمل اكسرسايز بيعمل اكتيف يعني يكون نشيط ان هو بيعمل رياضه بصفه مستمره كل ما يكون جسمه احسن يقدر يقاوم الخلايا السرطانية دي وبسرعة يعني هم قالوا أن الإنسان الطبيعي بيعمل خلايا سرطانية كل يوم كل يوم يعني كل يوم ألاف من الخلايا السرطانية للإنسان الطبيعي بتتكون بس الجسم بالطبيعة بتاعته بيلتهم كل الخلايا السرطانية وبيقضي عليها يبقى إحنا بنقدر بالحاجة الكويسة في جسمنا نقضي على الحاجة الوحشة اللي ممكن تتولد في جسمنا يبقى الفيزيكال اكتيفيتي أو الاكسورسايز دي حاجه مهمه يبقى السموكنج الفيزيكال اكتيفيتي نوع الاكل اللي احنا بناكله ده حاجه مهمه جدا الاكل اللي فيه خضار كتير وفاكهه كتير احسن من الاكل اللي فيه لحمه كتير يعني دي برضه العكس يعني, كلام لمحب اللحمة لمحب اللحمة. يعني ده لمحبي اللحمه واللي هنا في مؤشر خطر طبعا طب طب متاسفين ان احنا نقول لهم <applause> الحقيقه دي يعني لكن كون انك انت تاكل خضار وفاكهه كتير دي حاجه بتحمي جسمك خالص من الخلايا السرطانيه تقلل من اللحمه الحمراء تزود من اللحمه البيضاء ما فيش مشكله انك تاكل فراخ تاكل سمك اكتر من اللحمه الحمراء ما فيش اي مشكله يبقى التدخين يبقى ان احنا نحافظ على جسمنا ما نتخانش جامد ناكل كويس آه، نكتر من الفاكهه والخضار في الاكل كتير الحاجه الخامسه ان احنا ما نتعرض، نتعرضش لاشعه الشمس كتير يعني بحاول قدر الامكان لو احنا رايحين مثلا البحر او رايحين حته نحط حاجه اسمها سان بلاك حاجه تحمي الجلد من اشعه الاشعه فوق البنفسجيه اللي بتعملها للشمس وما نقعدش فترات طويله آه قدام الشمس الحاجه اللي احنا بنشجع فيها الناس واللي احنا قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت على التطعيمات ان احنا لازم نطعم ضد الالتهاب الكبد الوبائي بي دي الحاجه الوحيده اللي هي موجوده عندنا علشان نحمي الجسم من التهاب الكبد الوبائي بي التهاب الكبد الوبائي بي بيجي من حاجتين بيجي اما يكون مثلا ابره فيها التهاب كبد الوباء بي ودي بتبقى عامة انك انت استعملت ابره ملوثه او خدت دم نقل لدم ملوث او حاجه زي كده، لكن كون انك انت تتطعم من الالتهاب الكبد الوبائي ده يحمي جسمك من انك انت تاخد الفيروس ويحمي جسمك انك انت تاخد اي التهابات من الفيروس واي نتيجه من الفيروس نفسه. الناس اللي هم عندهم اي حد عنده التهاب كبد الوبائي في البي بي في البيت المفروض انهم هم ياخدوا التطعيم برضه. يعني اي حد موجود مصاب بالالتهاب الكبد الوبائي بي كل العيله المفروض ان هي تاخد الالتهاب الكبد الوبائي بي تطعيم اللي هو التطعيم بتاع ال... الهيباتيتس بي علشان يحمي جسمهم ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل يعني يبقى نحمي جسمنا من الشمس يعني ناخد التطعيمات بتاعتنا خلي الموضوع بتاع ان احنا نروح للدكتور دوري دي حاجه كويسه بالنسبه لك يعني كون انك انت تروح تشوف دكتورك كل سنه كون انك انت تعمل تحاليل دم كل سنه كون انك انت تروح تشوف اي حاجه بتحصل في جسمك كل سنة. حتى لو انت كويس حتى لو انت صحتك كويسه حتى لو انا حاس مش مش حاسس بحاجه انا يعني ايه اللي يخليني الكشف الدوري حاجه مهمه خد ال... خد انك انت تعمل الكشف الدوري دي حاجه روتين زي ما بتاخد العربيه عشان تروح تكشف على العربيه كل شويه، جسمك محتاج انك انت تروح للدكتور بتاعك عشان تكشف كل شويه، مفيش مشكله، دكتور ممكن يشوف حاجه انت ما شفتهاش، ممكن يكون في تضخم في الغده الدرقيه انت مش مشعره، ممكن يكون في ورم في رقبتك انت مش شعره، الدكتور ممكن يشوف حاجات كثيره خالص انت مش بتاخدها وبتعدي عليك كل يوم. آه لو سمحت خلي خلي الكشف الدوري دي حاجه روتينيه. تروح مره في السنه علشان تروح تشوف الدكتور بتاعك الماموجرام للناس الستات في السن بتاعهم العنق الرحم اللي هو البابس ميرز للناس الستات الحاجة الدورية دي حاجات كشف على الجلد حاجة دورية للناس اللي هم جلدهم أبيض شوية ممكن يروحوا للدكتور بتاعهم عشان يكشفوا على جلد أي تغيير يحصل في أي خلية من الخلايا ممكن نلحقها وبسرعة نشيلها ما فيش أي مشكلة بعد كده تاخد التطعيمات بتاعتك للهيباتيتس بي يا دكتور نفسي شويه اقف شويه عندي موضوع الجلد مه. وحضرتك يعني خاصيه الجلد الابيض مه. ايه مشكله الجلد الابيض وليه الجلد الابيض هو عرضه للاصابه بالاورام او السرطان الجلد وحضرتك قلت اذا طرأ عليه اي حاجه مش طبيعيه زي ايه دكتور بعض الناس بيبقى فيها حاجه بتسمى بالحسنه مثلا او نقطه ازاي ممكن افرق بينها ما بين المرض الخبيث، وفي نفس الوقت ليه الجلد الابيض؟ هم شافوا في الابحاث ان الجلد الابيض ممكن ممكن يتحول لخلايا سرطانيه اللي هي اللي هو السرطان بتاع الجلد اكتر من الجلد الاسود. <applause> فده دي ابحاث هم عملوها وشافوا ان الجلد الابيض اكتر. الجلد الابيض لما بيتعرض للشمس بيمص الاشعه فوق البنفسجيه اكتر فممكن تتحول الخلايا لخلايا سرطانيه اكتر. الحاجات اللي هي ممكن تكون موجوده زي الحسنه الموجوده زي ما احنا قلنا ممكن تكون عندك حسنه موجوده لها سنين بس ابتدت تتغير فخلي بالك الحاجه المهمه جدا اللي, اللي لازم نعرفها خلي بالك من جسمك مفيش 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 عيب ابدا انك انت تبص على جسمك تشوف في ايه؟ في ايه حصل تغيير؟ بص على جسمك مش بي اوير اوف يور بادي يعني حلو انك انت تشوف كل حاجه في جسمك فيها ايه؟ بحيث انك انت اي تغيير طارئ على جسمك تقدر تروح بسرعه للدكتور بتاعك، حسنا موجوده اتغيرت شكلها اتغير بليز لو سمحت روح للدكتور بتاعي آه تظهر في جسمك كده ما كانتش امبارح واولت امبارح ابتدت تزيد لا روح للدكتور حتى لو كانت حاجه بسيطه ما فيش مشكله بس كويس انك انت تطمئن احسن ما تكون حاجه وحشه وتسيبها علشان تنتشر وتروح في كل حته فده دي حاجه مهمه خلي خلي بي اوير اوف يعني خلي نفسك خلي اعرف جسمك اعرف الحاجة بتاعة جسمك اعرف طبيعة جسمك اعرف كل حاجة في تركيبة جسمك اعرف كل حسنة موجودة في جسمك عشان تقدر تبص عليها في المراية وتشوف هل هي بتتغير ولا ما بتتغير ما تتكسفش انك انت تطلب من حد تقول انا عندي حاسه ابتدت تتغير ما تتكسفش انك انت تطل... اي واحد تروح للدكتور بتاعك وتساله الله يخليك ده انا ش... انا شفت الحاجه دي وابتدت تتغير شويه انت ايه رايك فيها؟ ما فيش كسوف انك انت تقول للدكتور الحاجه بتاعتك، الدكتور ممكن يكتشف حاجات كثيره خالص انت مش قادر تكتشفها او مش قادر تشوفها. طب يا دكتور جه سؤال سريع <applause> بمناسبه الجلد بي من الكنترول انه احدى المشاهدات بتقول طيب هل الميك اب هل المكياج يؤثر على الجلد ويحول التاثير ده يتحول الى سرطان للجلد أم لا لم يثبت علميا ان الميك ممكن يحول الجلد لسرطان الجلد يعني في ناس كثيره خلاص بتعمل ميك من سنين وسنين ما حصل لهمش حاجه فالميك اب عامه سهل ان هو يتشال وسهل ان هو يتغسل بس طبعا احنا بننصح كل الستات انك لما تحط ميك اب تروح البيت قبل ما تنامي تغسلي وشك علشان كل الكيميكال دي تتشال من الجلد نفسه لأن كل ما كويس حضرتك قلت كو كو كده كل حاجه كيميكالز فكل م. ان احنا بنتعرض لجلدنا وانت نايمه لنفس الكيميكال وتنامي بالمكياج بتاعك دي فكره يعني مش محبذه، يعني لو انت تتمكيجي اوكي ما, ما لم, دو... لم يثبت علميا ان المكياج ممكن يعمل حاجه زي كده، لكن احسن قبل ما تنامي تروحي تغسلي وشك علشان خاطر الميك يتشال. لكن يمكن يا دكتور فكره التعرض للشمس يمكن فكره خطيره قوي. آه يعني غير انها بتتعرض مع فكره بينصح بالتعرض للشمس علشان ان الجسم يحصل على فيتامين دي من خلال الشمس. م -م. هذا الامر آه يعني مش عايزه اقول بيخوف لكن هل التعرض الدائم للشمس او لفترات طويله ولا ممكن تعرض والوقت قليل خالص وممكن يحدث اصابه <تصفيق> <تصفيق> لا طبعا عشان نفرق هو مهم الشمس مهمه جدا والاشعه بتاعه الشمس مهمه جدا لكل واحد فينا علشان الفيتامين دي وعلشان كل حاجه تاني احنا بنقول التعرض لكميات كبيره من الوقت يعني في ناس كده بنشوفها نايمين تحت الشمس ساعات وساعات هي دي دي, دي, دي الخطوره لكن كون ان انا اقعد شويه في الشمس دي حاجه مهمه جدا كون ان انا اتشمس أشرب اي حاجه في الشمس دي حاجه كويسه بس مش في فترات طويله يعني مش عايزين نقعد مثلا ساعات وساعات في ناس طبعا اللي هم برضو جلدهم ابيض يقول انا هقعد في الشمس كتير عشان يسود شويه عشان يحصل له تانك، اوكي، وتشيز اوكي، بس مش فترات طويله، يعني هي فترة الكمية الوقت الكبيرة اللي إحنا بنتعرض فيها لكمية الإشعاع اللي هو الألترا اللي في الشمس، هي دي اللي بتعرضنا للخطورة أكتر. فترات قليلة كويسة ومفيدة للجسم، زي ما إحنا بنقول ما أي حاجة بتعملها تأبيوز يور بادي باكثر يعني كتير كثير دي برضو شرب الكحوليات الكتير برضه دي حاجه خطيره لان الجسم بياخد الكيميكلز دي وبيشربها يعني الكحول برضه من الحاجات اللي بتزود كميه السرطان بتزود السرطان بتاع المريء وبتزود بتاع المعده والسرطان بتاع الكبد فبرضه الناس اللي هم بيشربوا كميه كبيره من الكحول المفروض ان هم ما كميه كبيره من الكحول لان دي الكحول ممكن تؤدي لحاجه زي كده برضه طب من الناحيه العلاجيه دكتور هل بتشوف بعيدا عن علاج الكانسر بعيدا عن علاج الاورام الخبيثه هل التعاطي المستمر لبعض الادويه ممكن يؤدي في وقت الى سرطان المعده هل تعاطي الادويه لفترات طويله يؤدي لسرطان المعده طبعا لا لان كل الناس بتاخد ادويه ما حصلش اي سرطانات للمعده في ناس بتعود اللي بيجيلهم السكر وبيجيلهم القلب بيبقوا عايشين على عشر انواع من الادويه كل يوم ما فيش حاجه وطبعا كميه الادويه ممكن تؤدي الى قرحه في المعده كميه الادويه ممكن تؤدي الى احنا بنقول عليها جاسترايتس او التهاب في المعده نفسه يعني الناس اللي بتاخد ادويه كتيره كميات كتيره لو احنا عملنا منظار لمعدتهم معدتهم بتبقى ملتهبه شويه عن الناس الطبيعيين اللي هما ما بياخدوش كميه طويله عشان كده للناس اللي بياخدوا كميه ادويه كتيره احنا بنقول لازم ياخدوا حاجه تاني عشان تحمي معدتهم عشان تخلي كميه الادويه دي ما تاثرش على المعده دايركتلي فالادويه الكثيرة ممكن تاثر على المعده انها ممكن تعمل حاجه جاسترايتس او التهاب في جدار المعده نفسه مما يؤدي على ان هو يعمل قرحه في المعده لكن ما اثبتش علميا ان كميه الادويه الكبيره ممكن تؤدي الى سرطان في المعده أه طبعا المرجح ان في بعض الادويه ناخدها بعد الاكل عشان كده بنقول بقى هتاخد الدواء ده بعد الاكل لان يعني ممكن تاثر على المعده بتاعتك زي الادويه اللي هي للالم الكثير مثلا تايلانول وايبوبروفين وادفل ونابراكسينز وحاجات زي كده دي حاجات لازم اي حد ياخدها ياخدها بعد الاكل علشان دي ممكن تؤدي لالتهاب في المعده لا سمح الله الالتهاب ممكن يؤدي القرحه والقرحه ممكن تنزف وبنشوف ناس كتيره خالص نزفت بسبب الادويه الكتيره اللي هم بياخدوها وبسبب الحاجات اللي هم بياخدوها كتير يقول لك انا عندي الم في المفاصل بتاعي وبياخد كميه الادويه الكتيره دي لفترات طويله. هو ربما يا دكتور يمكن المقصود بالسؤال فكره ان هذه القرح الموجوده بالمعده او بالقولون او بالاثنى عشر لو اهملت هل في وقت تتحول ل ورم خبيث. القرحه لو اهملت وما اتعالجتش كويس وقعدت فتره طويله في احتمال انها ممكن تتحول لسرطان في المعده ياس. مش كده وبس كمان المريء لما يتعرض لكميه اسيد كتير ممكن يتحول لسرطان المريء، الناس اللي هم عندهم حموضه كتيره خالص في معدتهم ويحصل لهم ارتجاع في المريء. حاجة من الحاجات الخطيرة اللي ممكن تحصل من ارتجاع المريء ده حاجة اسمها باريس اوسافيجس باريس اوسافيجس انه يحصل فيه تغييرات في المريء نفسه لدرجة ان هو التغييرات دي مع فترة فترة طويلة من التعرض لكمية الاسيد الموجودة للمعدة ممكن تحول الخلايا دي الخلايا سرطانية آه الناس اللي عندهم باريس اسوفيجاس لازم يعملوا منظار لمعدتهم كل شوية فطبعا الحموضة الزيادة والهايبر اسيديتي او القرحة في المعدة أو إن يكون عندي حموضة شديدة في المعدة بصفة مستمرة فترة طويلة دي مش محبذة لأن طبعا ممكن تؤدي القرحة ممكن تؤدي لسرطان المعدة والارتجاع المريء ممكن يؤدي لسرطان المريء يسا. طيب يا دكتور بشكل رائع وضح حتى الأمور اللي يجب مراعاتها أو النصائح اللي يجب إن احنا نلتفت إليها طيب دي للناس اللي بنكلمهم عن اكتشاف مبكر للأورام حتى لا يحدث هذا وخلي بالك حتى لا يحدث هذا قدام النهاردة حالة مصابة ماذا عن الدعم النفسي؟ إيه رأيك؟ تقول له إيه؟ <applause> آه آه يعني كل الكلام اللي احنا قلناه علشان نفتدي حدوث هذا المرض واخد بالك لكن لكل انسان مريض وبيتالم تحت هذا المرض انا بقول له تشدد بالرب تشجع بالرب مرض السرطان يمكن عرفناه من فترة ويمكن بيعمل حالات نفسية في الإنسان أول ما الإنسان يعرف أنه هو عنده مرض السرطان يبتدي يفقد ثقته يفقد إيمانه يبتدي يكتئب ويبتدي تعبان تعبان نفسيا بقول لك لو سمحت تشدد بالرب، خليك المرض مرض السرطان هو المرض الوحيد اللي تقدر تشوف فيه ايدين الرب. المرض السرطان المرض الوحيد اللي تقدر تشوف فيه محبة الرب. المرض السرطان المرض الوحيد اللي تقدر تتعزى وتفرح بالرب، اوكي؟ خلي الهوب بتاعك والفيث بتاعك عالي ودي حاجة فعلاً علمية. يعني في في بحث عملوه للناس اللي هم عندهم إيمان بربنا والناس اللي ما عندهمش ايمان بربنا ودول عندهم سرطان وعندهم سرطان. الناس اللي عندهم ايمان بربنا كان عندهم موضوع الريكفري ان هم خفوا من السرطان اكتر من الناس اللي ما كانش عندهم ايمان. قالوا ان الانسان لما يضعف نفسيا المناعه بتاعته تقل فتبقى الخلايا الخلايا السرطانيه ممكن تقضي عليه. لكن الناس اللي عندهم امل اللي عندهم ثقه يتمسكوا بالرب ويتمسكوا بوعود الرب ويتمسكوا ب بتعزية الرب المناعة بتاعتهم بتزيد فتقدر تقضي على الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. تشدد بالرب وشوف ايدين الرب شوف محبة الرب شوف تعزيات وفرح الرب من خلال هذا المرض وانت هتشوف معجزات. على ايدي انا يعني حاجات كتيرة خالص وناس كتيرة خالص تمسكوا بالرب من غير ما حد حاجة حاجة تحصل ليهم خفوا بقيوا كويسين من السرطان. بالك تمسك بالرب وتمسك بوعود الرب وافرح بالرب وتعذب الرب هتشوف ايد الرب القويه وهتشوف معجزات الرب القويه. ده الدعم النفسي والروحي للمريض. ماذا عن المحيطين به ودورهم في دعمه نفسيا؟ ايه رايك دكتور؟ المحيطين بالمريض هل كويس انه مشاعرنا قدامه بتبان ان احنا منهارين؟ وحزنانين واحنا هو في حاله صعبه هل عبس الوش وهل الحزن الواضح هل دي حاجه مشجعه للمريض ولا ايه اللي النهارده كاهل ومحيطين بالمريض المفروض نكون بناخد بالنا جدا منه في كل حياتنا وتصرفاتنا في العلاقه بالمريض طبعا العامل النفسي لمريض السرطان ده عامل مهم جدا، مش بيجي بس من الاصدقاء لكن بيجي من العيله نفسها، العيله نفسها. العيله نفسها لو ابتدوا ابتدوا يرجعوا يبكوا ويزعلوا المريض نفسه هيبتدي يكتئب، هيبتدي يبكي برضه زيهم، فدي حاجه مهمه جدا، الناس اللي حوالين المريض لازم برضه نفس الكلام اللي احنا قلناه للمريض، لازم يتشددوا بالرب ويشوفوا قد ايه ايدين الرب قويه في الحالات اللي زي كده. قد أدي ايه ايدين الرب معزيه وتعمل معجزات كثيره خالص، تعمل معجزات كثيره خالص، وزي ما تشفي شافت الناس في القديم تقدر تشفي دلوقتي، وزي ما ابرأت ناس كثيره خالص تقدر تبرئ من هذا المرض اللي يمكن ما هو مخيف ان احنا نسمع الكلمه بتاعته، لكن الناس المحيطين بالابتسامه بالابتسامه وبالتشجيع وبالثقه في الرب وبالصلوات الكثيره نقدر نرفع هذا المريض ونقدر نخلي نفسيته تكون احسن ونقدر نتغلب على هذا المرض اللي احنا بنخاف منه بقوة الرب مش بقوة أي حاجة تاني أشكرك دكتور جي سؤال أخير من إحدى المشاهدات بتقول هل التعرض لأشعة الليزر يا على الجسم يا على الوش هل ينتج عنها إصابة بالسرطان؟ أشعة الليزر إحنا بنستعملها في بعض في بعض الحالات في الأمراض الجلدية بالذات ولم يثبت علميا ان اشعه الليزر ممكن تؤدي لسرطان في الجلد اشعه الليزر بنستعملها عشان الدوالي في الرجلين بنستعملها عشان اي حاجه بتحصل في الجلد نفسه ممكن بنستعملها وبنستعملها بكميه قليله جدا وبنستعملها لفترات قليله جدا ولم يثبت علميا ان اشعه الليزر اللي احنا ممكن نتعرض بها للعلاج تكون بتؤدي لسرطان قبل ما ناخد اتصال اخير قبل وقتنا اسال حضرتك سؤال يا دكتور السؤال جه تاني من الكنترول بيقول هل صبغات الشعر هل الكريمات لها تاثير بما انها فيها شق يعني كيميكال هل ليها تاثير على الاصابه؟ هل هل الكريمات ليها تاثير ما يعني ما ما سمعتش وما فيش اي ستاديز اتعملت ولا اي دراسه اتعملت على اي نوع من انواع الكريم ان هو ممكن يعمل حاجه هل الصبغات تاثر برضو دي حاجه مش معروفه لسه لكن انا في اقتراحي الناس اللي بيستعملوا صبغات كثيره للشعر بيعرضوا جسمهم لكميات كبيره من الكيميكالز او من المواد الكيميائيه هل ممكن في المستقبل نعرف ان هي دي بتاثر احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش بس متوقع ان في الفيوتشر ممكن تحصل يعني خلينا ان احنا ما نعرضش لجسمنا لكيميكالز از ماتش از وي كان ما نقدرش نعرض لجسمنا حاجات كيميائيه مصنعه قد ما نقدر لكن لو صبغنا شعرنا مثلا مره في الاسبوع مع... مع... لغايه دلوقتي ما فيش أنا باي يعني ما فيش اي اي نوع من الدراسه اتعملت على الصبغات او الكريم إنها بتؤدي على اي نوع من انواع السرطان لغايه دلوقتي اشكرك يا دكتور اخي عادل من شيكاغو سامحنا جدا فقدنا الاتصال مش بس كده الوقت بتاع الحلقه خلص لكن من فضلك لو عندك سؤال في الوقت اللي فيه الدكتور هيخرج من الاستديو ياريت تسيبه في الكنترول واحنا ما عندناش مانع نكون بنسيب الاجابه حتى مع الشباب في الكنترول هم يقدروا يرد عليك دكتور يعني مش عارفه اقول لك قد ايه بشكرك من كل قلبي سرد رائع لبعض المعلومات اللي قد يعني تكفي لحلقات عديده مبسوطه قوي ان حضرتك عملتها بشكل بيقولوا عليه السهل الممتنع بتبسيط شديد جدا قدرنا نفهم ايه المرض الايه الوحش اللي بيهدد حياه الناس لكن فهمنا امر حلو ولازم نكون بناكد عليه ولانفسنا كل يوم هو الاكتشاف المبكر واهميته اشكرك جدا جدا وصلاتنا ان الرب يباركك ويستخدمك بكل وزناتك الرائعه الطبيه وايضا الروحيه دكتور يوسف أنا بشكرك خالص إنك أنت يو هاف مي يعني وربنا يباركك خالص ويبارك برنامجك ويبارك قناة الكرمة اللي بتدينا الفرصة إن إحنا نتكلم مع الناس يعني. أمين شكرا جدا ليك يا دكتور أحبائي في النهاية وقبل ما أختم حلقتي أحب ألفت نظر حضراتكم بالنسبة للنهضة الروحية نهضة الصلاة والتسبيح اللي هيكون مقرها قناة الكرمة في 23 و 24 من شهرنا الجاري من سبتمبر هيكون في تجمع هيكون في مجموعتين رائعين من فرق التسبيح هيكون يوم الجمعة بعد الظهر ويوم السبت بعد الظهر الأخ سامح بسطة والأخت نانسي مع مجموعة من المرنمين الرائعين الرب هيباركنا في ليلتين تسبيح مع بيتخللهم وقت صلاة طويل في اليومين دول لكن فترة الصبح هيكون الأخت لولو سمير مع فريق الوعد وقت هيكون رائع أنا بشجع كل حد عنده إمكانية إن إنه يتواجد في قناة القارمة أهلا وسهلا بيك بس من فضلك قبل ما يحصل كده بتعمل اتصال على الرقم الموجود على الشاشة حتى تقدر تكون بتحجز مكانك أما لحبايبي اللي بعيد عننا وفي مختلفة فهتقوم القارمة مشكورة ببس هذا الحدث الرائع وهي نهضة الصلاة والتسبيح اللي قائم عليها فريق الصلاة شبكة الصلاة بالاشتراك مع قناة الكرمة يوم 23 و 24 سبتمبر أي بيانات أو أي استفسارات تحبوا تعرفوها زيادة أرجوكم ما تترددوش أن أنتوا تتصلوا بقناة الكرمة حتى تعرفوا أي أمور محتاجين تستبينوها وتعرفوها واخيرا وليس باخير احبائي لان اللقاء يتجدد معكم في اوقات قريبه ومعا نحو عالم افضل